بص يا شباب، النهارده دي تكمله لامبارح. ان شاء الله ان شاء الله هنشرح فيها بيفت تيبل بحاجات بقى معقده شويه، او مش معقده يعني ديب قوي. وهنشرح البيفت تشارت. التشارت دي يا جماعه اللي هي الرسومات البيانيه، ان انت ازاي تعمل بقى تشارت بقى، وتعمل سلايسر وتايم لاين وحاجات زي كده. الحاجات دي هقول لك يا خليل، الحاجات دي مش بتتشرح نظري، فاهم قصدي؟ طبعا الحاجات اللي زي السلايسر يعني انت لما جيت مثلا تكتب مثلا بيفت تيبل على مثلا جوجل ولا حاجه، في ناس عاملين مقالات، بس المقاله دي مقال كبير قوي، يعني انت بتمشي خطوه خطوه مع المقال، فالموضوع متعب، انت فاهم قصدي ايه؟ طبعا هو محتاج شرح عملي على طول على البيفت اكسل. تشارت. بص، البيفت تيبل يا جماعه جواه حاجه اسمها سلايسر وتايم لاين، ان شاء الله اشرحه لكم. بصوا، النهارده في ضرب نار شويه، النهارده هيكون شرح شويه حاجات في البيفت تيبل، في البيفت تشارت. النهارده بقى نخش بقى في حاجات بقى غريبه، لو حد ما سمعش عنها قبل كده، حاجه اسمها ماكروز. ماكروز دي بقى حاجه كده حلوه كده ممكن تفيدكم. عارفها دي يا خليل؟ الصراحه انا اعرف ان في حاجه اسمها ماكروس، بس انا ما استخدمتهاش خالص في الشغل بتاعي. بص بقى يا خليل، هو انا اصلا مطلوب مني من في الكي بي ايز بتاعتي الفتره ديت، اتفضل كده. حتى ان انا اعرض داش بورد للجزء بتاع السيلز اللي عندنا كامل بتحليل بتاع، عشان كده تعمل داش بورد لايه؟ للسيلز اكونت ريسيبل، عشان اكونت ريسيبل. فالمفروض اني انا اعمل داش انت بورد اكونت كامل ريسيفبل. لكل انت ايه، انت موردين؟ لا، انت عملاء. لا، بيبل موردين. بيبل موردين. انا عملاء شغال في قسم العملاء في العبد. فالمفروض ان احنا يعني بيبقى في داش بورد في نهايه السنه بنعرض فيها بقى الاصناف الاكثر بيعيه والربحيه بتاعت الاصناف، وبنطرح منها الفيز بتاعتها والمصاريف بتاعتها. تمام. انترست جدا بالحته. انت شغال في العبد يا خليل؟ انا واحد صاحبي، يعني هقول لك ايه، بعديه بشارعين، واحد زميلي في المنطقه شغال في العبد في الوير هاوس برضو. بس يعني انت ممكن ما تكونش عارفه، بس هو برضو شغال في العبد. هو شغال في ابو رواش، متهيألي شغال في ابو رواش. ما انتوا عندكم اسمه ايه؟ اسمه احمد سعيد عبد الغني، متهيألي شغال في المخازن. ايوه صح كده. تمام. شغال، انت عارفه مخزن الصوت بيقطع يا خليل. هو شغال في المخزن، في المصنع الجديد في المخزن. كويس كويس، هو اسمه احمد سعيد. تمام. كويس. بصوا بقى يا شباب، خضر انت كنت عايز تقول حاجه. خضر، احمد خضر، السلام عليكم. انتوا سامعيني اصلا؟ يعني الشبكه كده واصله ولا هو اللي مسامعني؟ محمد. تمام. ماكروز دي تسجيل خطوات وكده من الكتاب. نعم يا ابو واحد، بتقول ايه؟ الماكروز دي تسجيل الخطوات على الاكسل. بقول لك يا ابو واحد، انا بعشق الماكرو دي. الماكرو دي يا عبد واحد، انا كل شغلي دلوقتي، كل شغلي يعتمد بنسبة 70-80% على الماكرو. عارفين يا جماعة قاعدة 20-80؟ حد سمع عن قاعدة 20-80 دي قبل كده؟ بص يا جماعة، قاعدة 20-80 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت تشتغل 20% وتطلع انتاج ب 80%. من الاخر الماكرو بيعمل كده. شفتوا بقى حاجة زي كده؟ الماكرو بيعمل كده. الماكرو دي لو انت بتعمل حاجات روتينيه بمعنى اصح ايه، مثلا كل يوم الصبح بتسحب تقرير مثلا وبتحطه على الاكسل وبتقعد تعمله شويه معادلات وبتعمله شويه حركات كده، انت تقدر تعملها بالماكرو وخلاص على كده. انت بمجرد ما بتحط الداتا وتدوس على الماكرو، هوب در يجري لك خالص، ويبتدي يعمل لك ايه ال اسمها ايه دي النتيجه اللي انت عايزها. انت فاهم يا ابو واحد؟ زي الاكسس كده. بس الماكرو في الاكسل جميل يا ابو واحد. يعني تخيل كده يا ابو واحد، مثلا انت بتسحب مثلا تقرير وبتبعته لمديرك كل يوم، ف
فالتقرير ده انت بتعمل عليه شويه مثلا سم وبعد كده اف وبعد كده افريج وبعد كده حاجات زي كده كتير، انت بتسجلها مره واحده وبعد كده هي بتجري لوحدها. على فكره الموضوع ده ابو واحد هيعجبك قوي، انا عارف انت بتحب تشغل دماغك. ابو واحد كده ما عندوش عارف يكلمه. يا نهار ابيض، انا سمعت ان انت كنت في الشغل امبارح. انا الله يكون في عونك يا بدوي، ان شاء الله ان شاء الله المحاضره دي هتنبسطوا منها قوي. تمام كده يا جماعه نشتغل. تسلم يا دكتور حبيبي. ها نتوكل على الله. على الله. على الله، كله على الله. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. خضر انت كنت عايز تقول حاجه قبل ما اتكلم؟ انت خضر انت معايا صح؟ الو. معاك يا باشمهندس. قول لي يا خضر كنت عايز تقول ايه؟ مفيش، انا كان عندي في مشكله في ورك شيت على جوجل شيت، ان في حوالي 150 شيته المفروض اجمع كل البيانات اللي فيهم، اللي هو اللي في اخر رو في شيت مجمع، فانا كان عندي مشكله بعدي على شيت، هل في طريقه سهله؟ ثواني، هل الشيت دول كلهم جوه جوجل شيت واحد ولا متفرقات؟ لا جوه جوجل شيت واحد. ينفع. بعد الطريقه ازاي؟ المرحله متطوره دي في الهارد. بص يا خضر، على فكره خضر انت اسمك احمد خضر صح؟ لا. الو. ايوه معاك يا باشمهندس، انا المفروض اسمي احمد سمير خضر بس بص مين معاك؟ اصل كان في واحد مديري في اورنج، شركه اورنج اشتغلت فيها شويه، انا اشتغلت في اورنج 4 سنين. كان مدير التسويق هناك او مدير ماركتنج هناك كان اسمه احمد خضر، ما اعرفش بقى كان اسمه احمد خضر خضر برضو ولا احمد كذا، فاهم قصدي؟ فهو كان كان مدير ماركتنج، كان تقيل قوي يعني، كان راجل كان قوي جدا. بص يا خضر، في معادله اسمها في ستاك. هكتبها لك ايه دلوقتي، اكتبها لك هنا ايه اسمها، في ستاك. في ستاك دي معادله في فيرتيكال، بتعمل هقول لك ازاي. طب انا اقول لك على حاجه خضر، استنى نخلص بعد اذنك، نخلص ونبتديها في الاخر يعني، نخليها معانا وانا هدخل معاك واعملها معاك قدام الناس برضو، عشان برضو الناس اكيد هيكونوا حابين الموضوع ده. ماشي تمام. ماشي، اسمها في ستاك، افتكر المعادله دي عشان المعادله دي هتفيدك كتير قوي. انا كتبتها فيها في جوجل شيت، سجلتها عندي. بس كده، في ستاك دي انت بتحط كل الداتا تحت بعض، فاهم؟ تمام. ماشي، يلا بينا يا جماعه، يلا بينا. جاهزين يا شباب ولا ايه؟ ولا السلام عليكم؟ يلا بينا. جاهزين يا مستر، يلا بينا. اكسل ادفانسد، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل كده. نعم؟ نسجل المحاضرة. والله بسجلها على فكرة، اسمعوني أنا بسجل يا جماعة، اسمعوا أنا بسجل، بس أنا بكرة أنا بيبقى معايا الماي فاي معايا في الشغل، هبقى أرفع بيه يعني، هرفع لكم بيه، بس أنا هنا النت هنا تقيل جدا. أنت عارفين المحاضرة الأول إن إحنا عملناها إمبارح دي عاملين كام جيجا؟ حوالي 2 جيجا، فاهمين قصدي؟ فدي بتبقى في البيت بتبقى تقيلة قوي، فأنا بس أفتحها بس على الماي فاي طلقة، فهعملها لكم ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ تمام. ماشي، يلا بينا، بسم الله. بس معلش عشان عندنا المشكله ان هم يومين ورا بعض. بص والله يا عبد الواحد، بص انا متاسف والله في اليومين اللي ورا بعض، بس اليومين اللي ورا بعض والله انا اجازه فيهم. انا اما باقي لا لا اتفضل. اتفضل يا عبد الواحد، اتفضل قول. بقول لك على راسنا رئيس ربنا يبارك لك. انت حبيبي والله يا عبد الواحد. بس انا والله انا هو يعترض كمان ولا ايه؟ ما يقدرش يعترض يا مستر، مش هيعترض. لا لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، وان شاء الله ان شاء الله افيدكم باذن الله باذن واحده. ماشي يا شباب، يلا. انا بس بقول لكم بس يوم الجمعه والسبت عشان دي اجازتي، بقيت الايام والله ساعات بروح الساعه 9 بالليل، فما اعرفش ادي مواعيد تاني يعني، هي جمعه وسبت دي اللي انا ببقى فاضي فيها. ماشي يا شباب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الو. بصوا يا شباب، دي داتا انتوا شايفين صح كده؟ تحبوا بصوا انا هبعت لكم الداتا دي الاول على الـ اسمه ايه ده، على الواتساب، بحيث ان انتوا لو انتوا حابين تشتغلوا معايا انا معاكم اهي. او ثانيه اهي كده، انا بعتها لكم على ال
الجهاز اهو، لحظه نعملها لكم بتاريخ اليوم النهارده ايه، 10/8 10/8/2024. نفتح يلا بينا. انا كده بعتها لكم عشان تقدروا تشتغلوا عليها. ماشي سامعيني صح يا شباب؟ اه مستر سامعيني. يلا بس يلا بقى بصوا يا شباب، ده الشيت اللي احنا شغالين عليه. ده شيت ده بيتكلم عن انواع العربيات، كريزلر بقى ونيسان وهيونداي وشيفورلي وتويوتا وحاجات كتير جدا جدا جدا، والتايب بتاع الاول موديل وتاريخ السنه والاوريجن اللي هو بتروح فين، يعني بتروح انهي منطقه، السعوديه ولا الجولف ولا جولف عرب اللي هو الخليج العربي، ولون العربيه والفول اوبشن اذا كانت الاوبشنز بقى فول اوبشن ولا ستاندرد ولا سيمي اوبشن وهكذا، والانجن سايز معرفش بقى الانجن سايز ده اللي هو 5.7 وحاجات زي كده، وبتشتغل بالتايب اللي هو الجاز ولا الديزل واوتوماتيك ولا مانيوال، وعندك المايلج اللي هو اللي هي مشيت قد ايه، مشيت كام ميل، ورياض ولا جده ولا دمام، وسائل ايه سعرها. تمام كده يا شباب؟ هل كده الدنيا كده واضحه شويه؟ الو تمام ماشي تمام تمام. تعالوا بقى ننقل بقى اللي بعديه، بيفت تيبل. البيفت تيبل خليل كان بيكلمني في البيفت تيبل اللي احنا عايزين نكمل فيه اكتر، فاحنا دلوقتي هنتكلم في البيفت تيبل. انا قسمته لكم عشان نعمل هنعمل ايه. فدلوقتي احنا عندنا داتا كبيره قوي، فعايزين نلخصها، نلخص الداتا دي. فايده البيفت تيبل ان هو بيلخص الجدول الكبير قوي ده، الجدول ده لجداول او لحاجات نعرف ناخد منها قرارات او نشوف الصوره الكامله. تمام كده يا شباب؟ فالبيفت تيبل ده اسمه جداول محوريه او بايفت تيبل او بيفت تيبل، بس هي بتتقال بيفت تيبل يعني. تمام، دي اسمها جداول محوريه، ان انت بتعرف تلخص الداتا بتاعتك في جداول صغيره عشان توريها لمديرك، عشان المدير اكيد مفيش مدير هيقعد يتابع معاك كل دولت، فاهم ايه قصدي؟ فمن الاخر انت بتلخص له الداتا وبتبعتها له على يعني على الميل، او بتوريها له في حته الداشبورد، فلازم تلخص له، تعمل لها زي الداتا دي تعمل لها زي كومبريس علشان تصغر الدنيا شويه. تمام كده يا شباب؟ فهنيجي هنا وندوس كلمه انسرت بيفت تيبل. بيقول لي هو كده علمني على البيفت تيبل كله اللي هو الشرط اللي موجوده حوالين الجدول ده. فبيقول لي انت عايزه في نيو ورك شيت ولا في اكزيست؟ لا انا عايزه، اقول له في اكزيست. هيقول لي طب انت عايزه فين؟ اللوكيشن فين؟ اقول له هنا في بيفت تيبل هنا كده. وندوس كده وندوس اوكي. يبقى انا ثانيه بيفت تيبل هنا كده وندوس اوكي. معلش يا باشمهندس، ممكن بس بدايه البيفت تيبل تاني من الاول عشان هو انا لسه ما ابتديتش، هو بس عشان مشكلته ان هو بيقول لي ان في ميرج. ثواني اخلي دي كده ميرج واخليها كده. انا اهو البيفت تيبل اهو، ده بيبقى الجدول اهو. الجدول ده وظيفته ان احنا عايزين نصغره ونلخصه في جداول صغيره، هو ده اللي انا هعمله. فعشان ابتدي في البيفت تيبل فباجي اقف في اي حته في الجدول هنا، ما ينفعش اقف في فاضي هنا، اقف في اي حته في الجدول ده ودوس كلمه انسرت، دوس كلمه بيفت تيبل، وهيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايزه في نيو ورك شيت يعني في مكان جديد ولا في اكزيست؟ اقول له انا عايزه في اكزيست. فبيقول لي لوكيشن فين؟ فبقول له لوكيشن حطه لي هنا كده في الحته دي كده، ونخرج من دي كده وندوس اوكي برده. لا اله الا الله، ثواني هو هنا في اساسا ميرج؟ لحظه واحده، هنا مفيش مرج. طب وهنا؟ طب نلخص، نخلي المرج دي كده على جنب كده، ونخلي الحاجات دي كده على جنب اهو. insert exist pivot table مر كده وندوس اوكي. احنا لازم نوسع الحته دي شويه. دي برضو من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلوها في البيفت تيبل، انتوا توسعوا المكان ده شويه يعني عشان ايه لما يجي يتفرد الداتا ما تبوظش الدنيا. فاهمين قصدي يا شباب؟ اهي insert pivot table ونحطها في exist worksheet، ودي كده ونحطها pivot table هنا كده وندوس اوكي. بس كده كده اتحطت، ونطلع دي كده فوق شويه عشان هو بصوا يا جماعه، هو بيقول لي ان هو هيعمل اوفر رايت على الكلام ده. فاهمين قصدي؟ الو تمام. ايوه هو حضرتك
محتاج ان انت تزود كولوم ورو علشان ينزل ازود رو، الباك ازود رو بس، بزود رو بس يا خليل، يعني زودت روز عشان تنزل لتحت. تمام ده كده خلاص. فنبتدي بقى يقول لي بقى ايه، فبنبتدي مثلا نلخص مثلا الداتا شويه، مثلا يعني مثلا ممكن اقول له ايه، سنه 2019 او نحسب مثلا السنين و اتباعت منهم كام عربيه. فممكن نجيب مثلا السنين نعمل كده هايد السنين مثلا اللي هي الير نحطها في الرو. بصوا يا جماعه البيفت تيبل مكون من الشكل ده كده، ومكون من اربع حاجات، الرو اللي هي الروهات اللي هي الصفوف اللي هي دي، تمام كده يا شباب، اللي هو صف صف صف، والكولوم اللي هو العمدان اللي هو بي سي دي كده، والفاليوز اللي هي الكالكوليشن اللي انت بتحسب فيها المعاملات الحسابيه بتاعتك، والفلتر دي ما بنستخدمهاش كتير. تمام كده يا شباب. تمام كده يا شباب. فهنبتدي دلوقتي ناخد الداتا دي وناخد كلمه البرايس ونحطها هنا. اول ما حطينا كلمه برايس هو عملها لي سم، فانت ممكن تعملها باكتر من معادله، يعني سم تدوس عليها كده وتدوس حاجه اسمها فاليو فيلد سيتنج، هتلاقي سم في كاونت في افريج في ماكس في من وكذا، في حاجات كتير قوي. تمام. فاحنا كل اللي هنعمله هناخد السم وهنعملها نفصلها كده فصلات كده عشان تبقى باينه. تمام اهو. ونعملها سورت، ندوس عليه كليك يمين نعمل سورت، حاجه اسمها سورت من لارج تو سمول، يعني من اكبر لاصغر. تمام كده يا شباب، انتوا معايا صح؟ تمام 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 تمام. فكده احنا عملنا، هو بيقول لي حتى ايه كرييت، بص بيقول لي ايه، بيقول لي كرييت بيزك بيفت تيبل، ده البيزك البيفت تيبل بتاعنا اللي احنا بنحط فيه الكار موديل وبنحط فيه الصم بتاعتها او بنحط فيها البرايس اللي هي بنحط حاجه قصاد حاجه. طب ننزل تحت كده شويه، فبيقول لي سيجمنت او سيجمنتيشن تو كولوم روز، اللي احنا بقى نعملها سيجمنت كده، نقسمها او نوزعها. فهنعمل ايه، هنيجي برضو للداتا اللي احنا عاملين عليها دي ونيجي نعمل انسرت. تعالوا بس نوزع كده، نوسعها شويه كده عشان ايه ما نقعش في نفس القعده تاني. تمام. نعمل السيجمنت دي اللي هي نعمل انسرت بيفت تيبل ونقول له نحطها في اكزيست شيت، ونعمل هنا في الاكزيست ونحطها في الحته دي كده وندوس ايه اوكي. تمام. فبيقول لي احنا عايزين نسيجمنت. نسيجمنت ازاي بقى؟ فاحنا ممكن نقول له احنا عايزين الكار موديل اللي هي مرسيدس وميني ونيسان وهكذا نحطها في الرو، الميك دي او اللي هي الماركه، فدي بنسبه كبيره بتتحط في الرو، لان لو انا حطيتها في الكولوم بص ايه اللي هيحصل، بصوا بقى شكلها مش قد كده خالص، بقى وسعت خالص كده، انت كده مش حلوه. اما لما بتحطها في الرو بيكون المنظر بيكون احسن كده. الرو فيها بقى كاديلاك وشيفروليه وكريزلر ودوج وحاجات زي كده كتير. وبيقول لك بقى من ضمن السيجمنت ان انت تحط، انا ممكن احط مثلا ايه، احط الير بتاعتها، يعني احط الير هنا كده، ومن الير اروح حاطط الفلوس بتاعتها البرايس ايه. تعالى كده نشيل دي كده خليها كده على جنب كده شويه. بصوا اللي حصل، اللي حصل هنا ان احنا بي ام دبليو سنه 2017 اتباع منها الرقم ده، ما نزلش منها موديل تاني خالص من 92 كاديلاك، نزل بس في موديل بتاع 2010 واتباعت. شيفورليه بصوا بقى شيفورليه فيها ايه، فيها سنه 2001 و2013 وهكذا، والتوتال بتاعها في الاخر خالص اهو. دي اسمها سيجمنت. ممكن بقى احنا نعمل ايه، ممكن كمان نعمل زي فلتريشن على السنه، يعني ندوس هنا كده ونفلتر على السنه، احنا عايزين انهي سنه، اقول له مثلا عايز مثلا وليكن سنه 2016 2019 2018 2021 وهكذا. معايا كده يا شباب ولا لا؟ الو تمام مع حضرتك، انتوا سامعيني كده كويس؟ تمام. يعني ابو واحد خليل الناس دي تمام، بدوي كده كويسين صح؟ انا سامعك يا دكتور. تمام 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 تمام. فانتوا كده بتعملوا زي سيجمنت، سيجمنت دي اللي هي ايه، بتقسموا يعني جزء في الرو وجزء في الكولوم وجزء طبعا انتوا بتحسبوا فيه الكالكوليشن بتاعتكم. دي كده انت عملت حاجه اسمها سيجمنت، سيجمنت يعني تقسيم. نيجي ننزل بقى هنا تحت شويه، performing calculations دي اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي احنا عملنا كاونت وصم وكده، بس برضه هنعملها تاني. هنعمل انسرت، هنقول له اجمع لي مثلا ايه، بصوا لو تلاحظوا في الحته دي كده، شايفين المايلج دي، شايفين الحته دي، فممكن نقول له ايه، ممكن نقول له احنا عايزين كام ماركه
اتعمل قصدي في كل ماركه مشيت متوسط كام ميل في الموديلات بتاعتها. يعني مثلا لو ان احنا مثلا نفترض مثلا جبنا مثلا بي ام دبليو، لا مثلا نجيب اي حاجه فيها كتير، يعني مثلا شيفورلي. مثلا شيفورلي لما تيجي تلاحظ، نمسك مثلا الحته دي كده مثلا، تلاقي ان دولت لما تيجي تقف عليها تلاقي ان الافريج بتاعتهم 170 الف كيلو جوه البيفت تيبل. ممكن لو في طريقه، ايوه ما هي في فلتره اهي، ما احنا قلنا فلتره اهي، ما احنا فلترنا اهي، احنا فلترنا، انت ممكن احنا فلترنا على اهي، دي كانت كل السنين اهي لما تيجي تعملها، دي كانت كل السنين اهي كده. سواء نعمل كده كده كل السنين تكون على اول رو بس. يعني ايه اول رو بس؟ طب اتكلم يا مصطفى، او بحتاج اعمل. طب بصوا يا شباب، دي كده الفلتره اهي، بفلتر مثلا على 2016 على 2018 او 2019 و2021، فكده جبنا الفلوس اهي. طب نيجي هنا، استنى يا مصطفى وانا اشوف انا هنعمل ايه. نيجي هنا، هنيجي مثلا نجيب اللي هو الافريج المايل او افريج الميل اللي مشيت فيه كل ماركه من العربيات دي، اللي هي متوسط مشان العربيه اللي مشيته لما تيجي تشتري عربيه، بيقول لك هي مشيت كام كيلو، صح كده؟ فاحنا هنعملها هنا انسرت، مظبوط، انسرت بيفت تيبل، وهنعملها اكزيستنج، وهنا كده هنحطها في البيفت تيبل ده وندوس اوكي. تمام كده الحمد لله الدنيا مش بايظه اهي. وهنعمل بقى البرفورمنج كالكوليشن دي، اللي هي مثلا ايه الماركه اهي، بس هتنزل لتحت مش هينفع، لازم نزودها دي كده لتحت شويه عشان الماركه لما هتتفرد هتاخد وقت كبير. اهو دي يا جماعه من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلوها في البيفت تيبل، لان هو بيقول لك ايه، ركزوا بقى في اللقطه اللي انا هعملها دلوقتي دي، بقول له لما انت افرد الماركه هنا حطها في الرو، بيقول لي انت كده هنعمل اوفر رايت، دو يو وانت تو ريبليس داتا، اللي احنا هنعمل اوفر رايت اللي هي هندوس على الحته دي كمان، يعني هنكتب هنا كمان. فانا بقول له لا استنى لما اعمل الاول انسرت للرو، استنى انا عملت بيفت تيبل اساسا بس كده، تمام اهي. فهنحط الماركه اهي، وهنحط الفلوس بتاعتها، مش احنا عملنا البرايس اللي هي باعت منها كام، باعت منها الفلوس قد ايه، تمام؟ انتوا سامعين يا جماعه صح؟ فممكن بقى نحط بقى حته ثانيه بقى اللي هو ايه؟ افريج الميل بتاعها، نحطها هنا كمان. فهنا المايلج دي او الميل جمعها لي برده، لا انا عايز اقول له الافريج بقى، نعمل له فاليو فيلد دي كده ونحط افريج، نجيب متوسط مشيان كل شيء في كل ماركه، متوسط مشيان بالكيلو في كل ماركه اهو، نعملها مثلا سورت من اكبر لاصغر. يعني مثلا في شركه اسمها انفينيتي، انا اول مره اسمع عنها صراحه، انفينيتي 303 الف كيلو في المتوسط. هي انفينيتي دي عربيه ضخمه يعني، عربيه قويه يعني، ولا حد يعرف الماركه دي ولا السلام عليكم ولا ايه؟ اسمها غريب شويه، هي عربيه امريكي اساسا. انفينيتي دي عربيه امريكي، اصل انت فاهم يعني ايه ماركه 303 الف كيلو، عشان السلندر بتاعها عالي بيمشي مسافات، عشان ده الخليج بيمشي مسافات كبيره. ايوه صح جدع، مين اللي كان بيكلم؟ معلش معلش انا اسف، محمد صبر معاك. بص يا محمد، ركز بقى في الحته بقى اللي جايه دي بقى، فدي يديك مؤشر ان العربيه دي قويه، ممكن تكون دفع رباعي اساسا، صح؟ ما يعني بص، لما انا اللي انا اعرفه اساسا 303 كيلو، 303 الف كيلو ده رقم ضخم جدا، فلما الاقي عربيه ماشيه الرقم ده يبقى انا عارف ان العربيه دي قويه جدا، فاهمين قصدي ايه؟ ما انت بقى بتقعد تفكر، فاهمين يا شباب؟ وهكذا، وجيلي وما اعرفش ايه ونيسان وهكذا. فانت هنا عملنا تو او اللي هو performing multiply calculation، اللي احنا عملنا تو calculation اللي هو جمعنا عدد المرتبات بتاع قصدي سعرهم، واحنا كمان ممكن لا احنا كده جمعنا الاسعار، لا احنا عايزين بقى نجيب بقى ايه افريج الاسعار. يبقى افريج سعر الكاديلاك 32000 دولار ومشيت 240000 كيلو، ده المتوسط بتاع سعر بتاع مشاهير العربيه. انتوا معايا يا شباب صح؟ تمام. انتوا كويسين؟ تمام. انتوا كويسين جدا. تمام. طب مش بهزر والله، يعني عشان بس ابقى عارف انتوا معايا لحد فين. لا تمام كويس، ماشي كويس جدا. تعال بقى ننزل بقى اللي بعديه. بص بقى بيقول لك ايه، سيجمنت برضو بس مور زين فيلد بقى، اللي هو ايه
حط لي بقى، بص بقى الحته اللقطه دي احنا هنعملها ازاي بقى، عشان بس ايه نزود بقى شويه كولومز كده، عشان الكولومز دي هنعملها ازاي. بص يا شباب بقى، بيقول لي اعمل لي سيجمنتيشن اوف مور وان ذان فيلد، يعني حط لي اكتر من رو هنا. فبصوا بقى احنا هنعمل ايه، هنعمل له ايه مثلا، احنا ممكن نعمل روهات اللي هي ايه، ممكن نعمل ندور بالسنه جوه كل ماركه وباعت كام فلوس كده. الكلام كده واضح؟ يعني في خلال السنه دي مثلا، خلال مثلا كام سنه، مثلا 18 و19 و20 كان فيها كام ماركه، والكام ماركه دي اتباعت بكام فلوس. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. هندوس كلمه انسرت بيفت تيبل، وهنقول له احنا عايزينها في الاكزيست ورك شيت، وهنيجي هنا كده ونحطها هنا كده ونقول له اوكي. اول حاجه خالص هنعملها اللي هي الير، الير هنحطها هنا في الرو. فكده جاب لي كل السنين اهي. فبعد كده بس انا اقول له مثلا، استنى من خلال الاخر، واقول له حط لي بقى الماركات هنا كده للاسف تحت. فاقول له مثلا ايه، خلي الير مثلا اللي هي اول مثلا ايه 2019 2021 اهي، و20 21 اهي، وبعد كده احط الماركه تحتيها. بصوا اللي حصل، جاب لي ان كل سنه تحتيها الماركات اللي اتباعت في السنه دي. خدتوا بالكم يا شباب؟ تمام. طب تمام، ونروح بقى مزودين عليها البرايس، نجيب بقى كمان افريج البرايس، بدل ما نجيب مجموع، لا اقول لك سيب مجموع كل مجموع كل الماركات. بس بصوا الشكل ده كده لو تلاحظوا، هو ده الشكل اللي هو عايزه على فكره، بس ده الشكل اللي انا ما بحبوش. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ انا بقى بحب يعني، بصوا 2019 2020 2021 مش حلوه. طب انا دلوقتي بقى عايز اظبطها جنب بعض، هنعمل ايه؟ اول ما باجي اقف على البيفت تيبل بيظهر لي حاجه اسمها ديزاين، تمام؟ وبعد الديزاين في حاجه اسمها ريبورت لاي اوت، ريبورت لاي اوت اهي، واجي عند شو اسمها شو ان تابولار فورم، ادوس عليها. بصوا اللي حصل، نقلها لي لجنبها. واجي عند برده ريبورت لاي اوت واعمل حاجه اسمها ريبيت اول ايتم. بصوا اللي حصل، خدت بالكم ولا لا؟ اه تمام. فكده بقى الشكل بقى احسن. ممكن بقى نعمل بقى لقطه احسن واحسن، نقول له بقول لك ايه، انا مش عايز السب توتال، ده كده اسمها سب توتال توتال. فنيجي هنا كده في الديزاين برضو، نقول له عند سب توتال، نقول له دونت شو سب توتال. بس كده كده جميله قوي، صح؟ فاهمين قصدي ايه؟ هنا 2019 بالحاجه قصادها، دي 2020 بالحاجه قصادها، 2021 بالحاجه قصادها. انتوا معايا؟ خليل انت معايا كده خليل؟ تمام. مع حضرتك تمام، الدنيا تمام كده معاك ولا ايه؟ محمد اه جميله جدا. اتفضل. انا عندي سؤال معلش. اتفضل اتفضل تحت امرك. حضرتك عند اول 2019 كده في بوكس كده وعليه عليه ماينس. اه بص، دي بتقابلني مش عارف اشيلها ازاي. جروبنج ليه؟ اه دي بتقابلني لو دخلت عليها، بتوديني للداتا القديمه. لا انت مش بتدخل عليها من هنا، انت بتدخل على دي. بصوا يا شباب، انا عشان اعرف توتال شيفورليه ليه جايبه 105,000، بمجرد ما ادوس عليها دبل كليك على البرايس، نقلني على الحاجه. تمام كده يا شباب؟ يعني بيقول لي هنا، بيقول لي ال 105,000 دي اللي هو مجموع الاثنين دولت اهو 105,000. فاهمين قصدي ولا لا؟ مش ده اللي قصدك عليه يا محمد؟ تمام. بس السالب دي بتتشال؟ ايه؟ العلامة السالب ديت اللي في البوكس الصغير دي بتتشال ولا ما هو دي جروب؟ ثواني هقول لك انا. نمسح بس دي كده لحظة، هنمسح دي. تمام. السالب دي ممكن تعملها اكسباند جروب، ما مش عارف يعني، اصل طب انا مش متضايق منها يعني. طب استنى كده، استنى اصبر لحظة. عشان يكون عندي داتا كتيرة وبعمل يعني هو داتا. ممكن اقول حاجة، هو ممكن يعمل ميرج هنا، يعمل من عن طريق الاوبشن بتاعت البيفت تيبل، ويعمل حاجة اسمها ميرج، هيشيل السوالب ديت. ازاي طيب؟ وهيخلي السنة هنا 2019 بس. اه ممكن برضو دي فايدة برضو، ممكن عايز اعرفها. فهمني اكتر فهمني اكتر. يعني تحت عند بايفت تيبل اوبشن، رايت كليك زي ما حضرتك كنت عامل، تحت عند بايفت تيبل اوبشن اهو، ماشي. ميرج اون سنتر دي، اه في حاجه اسمها الميرج اللي هي موجوده ديت اللي في الاول خالص، ميرج اند سنتر سيل،
وفي بعد كده في الديسبلاي في حاجة اسمها برضو ميرج. في الكلاسيك بقى، الشو بتاعه بيبقى كلاسيك، ممكن يشيلوا الموضوع اصل الشرطة الحته اللي دي قدام ده. التفصيله دي يعني ممكن لو انا عملت هنا ميرج مثلا، طب ثواني ندوس اوكي. لا مش دي، مش حلوه دي خالص، الحته دي كده مش حلوه، يعني اللي انا اخليها بالمنظر ده كده مش حلوه. طب نرجعها كده تاني، تعال نشوف مثلا حاجه تانيه. في الديسبلاي، ثواني، في الديسبلاي بيقول لك هنا نخليها كلاسيك. لا برضو لا، انا شايفها، انا شايف محمد دي عادي يعني، انا فاهم قصدي. تمام، انا استفدت من استاذ كريم في حته دلوقتي، دي حته الميرج برضه. بس الميرج مش ماشي زي ما لا تحب، انا بستخدمها في حاجه تانية، انا عايز اعملها بستخدمها في حاجه تانية عامه يعني. زي ما تحب. انا عن نفسي تمام، عشان الريبورتات الكتير. طب معلش انا عايز اسالك سؤال، الميرج دي لما تيجي تنقلها على جروب، يعني مثلا تعالى كده انقلها كده، على قصدي على ريبورت، يعني لما تيجي نعملها كده وتيجي تعمل ميرج سنتر دي وتاخدهم كده كوبي، صح؟ مش انت مش هتخليها بيفت تيبل طول الوقت، صح؟ صح. فانت هتخليها تنقلها هنا مثلا. هتقابلوا مشكلة ان ال لا لا لا، هي لما 2019 من اتنقلت هنا، ضمن لا لا لا، هي لما هتتنقل هتتنقل بال من غير دي. طب لو انا نقلتها بكده مثلا كنترول في كده، لا لا بص يا مستر محمد، مع عدتك كتيرة ومع تحليل المبيعات مثلا، وبجيب باسم السيلز، بلاقي اسم السيلز موجود في أعلى الشيت وباقي الرو بتاعه كله مش باين، اللي هو أقصى ما الشيت انا بس. هقول لك ليه، ما انا هقول لك ليه هي معموله السالب دي. بص السالب دي علشان قدامها كتير زي دول، ما انت عمرك ما هتلاقي واحده قصادها واحد، يعني عمرك ما هتلاقي رو واحد قدامه، يعني اللي هو السيجمنت ده او اللي هو الرو التاني ده على لاين واحد وتلاقي قدامها السالب دي. لا هتلاقي لما يكون فيها كتير، لان دي بتبقى عامله زي جروب، حاجه اسمها جروب انت ايه بتضمها تمام، وتقفلها بس. احنا فدي عملنا لها ريبيت يا دكتور، نعم احنا عملنا لها ريبيت، عملنا للير انا عارف ريبيت عشان عملنا كده لها ريبيت فعلا. اتكررت. ما هو ما احنا عملنا، ما هي دي كده كانت الاول كده، فلما عملنا لها حاجه اسمها ريبيت فنزلت. لا بص يا شباب، انا شايف، لا انا شايفها محمد ان هي عاديه خالص يعني. تمام، تعالى انا استفدت حاجه دلوقتي من استاذ خليل، لازم اعمل ميرج يعني، دي حاجه مش هستفاد مش فيها انا كتير. فكره، انا استفدت انا كمان منه. انا بصراحه ما كنتش اعرف ميرج دي خالص، يعني انا بخش في البيفت اوبشنز دي كتير لكن ما بصيتش في الموضوع ده. وبخصوص مشكور البيفت جدا اوبشن يا طبعا. جماعه، وبخصوص البيفت اوبشنز، لو تلاحظوا هنا في الداتا دي هتلاقوا في فاضي كتير هنا، هدي كده فاضي. لما نطلع كده شويه مثلا هتلاقي هنا فاضي. فمن ضمن الحاجات الفاضي اللي انتوا هتقابلوها دي كده فاضيه، في البيفت اوبشنز حاجه اسمها اهي بيفت اوبشنز، في حاجه اسمها فور امتي سيلز. في الامتي سيل الحاجات الامتي تخليها ايه؟ اقول له مثلا اخليها زيرو وادوس مثلا اوكي، فبيخلي الامتي سيل دي كلها زيرو. طب ممكن تاني معلش، عشان النت حاضر. بس كان ضعيف. بص يا شباب، البيفت اوبشنز دي او الاوبشنز بتاعت البيفت تيبل ممكن تجيبها من هنا من بيفت اوبشنز، بس انا كنت على طول بجيبها من هنا. اول ما تقف على البيفت تيبل بيفت انالايز بتبقى اوبشنز اهي، فيها اكتر من حاجه. فبيقول لي ايه في حتى كمان في الفاري في الايرور فاليو، لما يطلع لك مثلا حاجه مثلا تخص مثلا فاليو مثلا اللي هو مثلا ايرور، قصدي ديف اللي هي كلمه ديف دي اي في دي، او مثلا كلمه ايرور، فبيقول لك لما تلاقي كلمه ايرور ولا حاجه فور ايرور فاليو حط لي مثلا كلمه زيرو او فاضي. اما بقى فور امتي، امتي يعني فاضي يا جماعه، فور امتي سيل انت تحط لي زيرو. مش ده كده امتي؟ مش دي الحاجات دي كده امتي؟ صح ولا غلط؟ امتي يعني فاضيه. مظبوط، الو، بمجرد ما بعمل امتي دي ادوس زيرو، هو ملاها لي بقى، ملالي كل الزيرو ده، حتى كمان هيملى لي الفاضي ده، يعني الفاضي ده لما هيشوفه هيملاه يحطه زيرو. فاهمين ولا لا؟ دي ممتازة، دي برضو حلوة. تمام يا فالبيفوت دكتور، تمام. البيفوت تيبل يا شباب. الميكروفون كان فيه مشكلة بس دلوقتي تمام. اتكلم يا مصطفى، انا عايزك تتكلم. بص البيفت تيبل يا جماعه، البيفت اوبشنز ده في اكتر من حاجه، بس يعني ايه، في مثلا من ضمن الحاجات مثلا حاجه اسمها ريفرش لما تفتح الداتا وحاجات زي كده، بس انا من الافضل احنا ما بنفتحوش كتير يعني ما بنشتغلش فيه كتير، بس انا حبيت اقول لكم على الحته دي. الحاجه بقى التانيه، تعالوا بقى ننقل بقى على الجروبنج. الجروبنج بصوا يا شباب، الجروب علشان
تكونوا عارفين الجروبنج دي ماشيه ازاي، ان احنا هنعمل جروب بالديت. حتى بصوا هتلاحظوا دي كانت ده الديت بتاعها، فبعد ما عملها جروب فبيقول لك مثلا ممكن تختار الديت بتاعك مثلا اذا دي كده ونبص تمام كده. شباب انتوا كده معايا في الحته دي؟ معاك يا مدرب. ماشي بصوا بقى يا شباب بقى في الحته دي، الحته ثواني عشان نقفلها دي لحظه. بس كده تمام. في الحته بتاعت الجروبنج داتا دي جروبنج دي بتكون عباره عن ان انت بتقدر تقسم الداتا او الديت عندك، الديت اللي هو التواريخ، اللي ممكن سكندز مينتس اورز دايز مانث اي حاجه. انتوا معايا صح؟ فده اللي نقدر نعمله على طول. فهنيجي بقى نبتدي نخش في الجروبنج داتا دي. هنيجي هنا ايه اللي هنا في تاريخ؟ صدقوا ما فيش تواريخ هنا بالتاريخ قوي. طب استنوا هقول لكم، ما فيش هنا تواريخ، دي الحته دي مش موجوده. طب نخليها هنا دي كده ديت. بصوا يا جماعه بقى في معادله بقى كده عشان الحاجات اللي بتتلخص دي، شايفين انا بعمل ايه صح؟ تمام. في معادله اسمها راند بتوين. ونفتح كده دي ونقول له مثلا عايز من يوم 1/1/1990 مثلا، ونقفل الكوتيشن وكما، واقول له مثلا افتح كوتيشن تاني 1/1/2021 واحد تاني 2021 ونعمل كده ونعمل كده، دوس انتر ونخلي دي كده بالشورت ديت، حطها هنا مكان هنا، ونخلي دي كده شورت ديت. ايه رايكم؟ انا جبت تواريخ في لحظه. تمام كده يا شباب؟ يعني احنا كده تاريخنا تواريخ من بدماغنا يا دكتور. ايوه شفتوا، انا كنت مستني حد يسال. بصوا يا شباب، ما هي جميله، هي جميله الصراحه. بص يا شباب انا دلوقتي اتزنقت، انا دلوقتي مزنوق دلوقتي، ان احنا دلوقتي عايزين نعمل جروب ودي ما جاتش في دماغي خالص. انا حتى الامثله جايبها بالظبط يعني، ودي ما جاتش في دماغي خالص. فانا دلوقتي عايز اجنريت، اعمل حاجه جنريت للديت، جنريت للتواريخ عشان اوريكم ازاي نظبطها. فاهمين؟ يعني لما تيجي تقفوا هنا كده هتلاقوا من اول 2020 لحد 1990 زي ما انا قايل بالظبط. الو الو حضرتك تمام يا دكتور، بس انا بقى عايز اجيبها بقى بتواريخ يعني 1/4/2021 1/7 ما اعرفش ايه كده. فهنيجي هنا كده انسرت بيفت تيبل، وهنيجي في الاكزيست وهنقول له اللوكيشن بتاعنا هيكون هنا كده في الحته بتاعت الجروبنج دي، وندوس هنا وندوس اوكي تمام، ونزود هنا دي كده شويه عشان دي هتكون ثانيه علشان ما تعملش اوفر رايت على الناس اللي تحتيها. تمام. ونيجي هنا عند احنا قلنا احنا هنعمل بالير، يبقى الير اهي، و ونحط الميك اللي هو الميك دي برضو، يبقى نقلل شويه الير دي شويه، نخليها 2017 2019 2021 اهي، ونحط الميك بتاعها، ونحط مثلا البرايس تمام، ونروح قلبينها بقى الحته بتاعت ايه بقى، نخليها ثواني يلا انجز اهو. هنيجي هنا في بيفت انالايز اهي، ونعملها اللي هو شو انتوبيلر فورمال ده، بعد كده ريبيت، وبعد كده نعمل السب توتالز دي. نيجي هنا بقى للحته الجزء ده كده، تعالى بقى نعمل دي كده، نحملها كده في النص، نيجي للجزء ده 2016 و2019. لو دوسنا كليك يمين عليهم في حاجه اسمها جروب. انتوا معايا كده يا شباب؟ تمام. الجروب دي بقى ايه؟ تمام. الجروب لما تيجي تدوس على كلمه جروب دي بيقول لك ستارت ديت، ستارت ات من 2019 ل 2021. طب استنى كده نعملها بالتواريخ لحظه،
هي مش جايبة ليه التواريخ بتاعتهم. اهي ريفريش اول لحظة، ريفريش ده لا طب لحظة بس يا شباب لحظة، عشان انا حاسس ان لحظة بس في الحتة دي اعمل بس ستوب شير لحظة، بعد اذنكم بعد اذنكم لحظة. يلا شباب اهي، الو انتوا معايا كده يا شباب؟ تمام تمام معلش الحته دي بس عشان انا عمال كل شويه عمال اجري 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 ما فيش اي حاجه. بص اهي هنيجي نعمل هنا انسرت بيفت تيبل، وهنعلم على البيفت تيبل كله، وهنيجي نعمل عند اكزيست، وهنيجي نحطها في البيفت تيبل اهو، وهندوس اوكي. فكده هيظهر لي كلمه الديت اللي انا كنت عامله جنبيها ده، فهنيجي للديت اهو، طبعا هيبقى كبير جدا الحته دي، وهنحط البرايس اللي هو الحاجه بتاعتها، وهنحط الميك. بص اول ما حطيت الديت ايه اللي حصل؟ قال لي اليرز والكوارتر وما اعرفش ايه، لا انا هقول له شيل دي كده واشيل دي واشيل دي واحط اليرز بس واحط الميك. حد فاهم حاجه من اللي انا عملته ولا لسه يا جماعه؟ تمام فاهمين تمام. وهننقلها في الديزاين، وهنعمل ريبورت شو ان تابلر فورم و ريبيت و ندوس دونت شو. هي دي نعمل اكسباند اول، اكسباند اول اكسباند اول اول اكسباند اكسباند يا جماعه، يعني احنا بنفردها بالظبط بالمنظر ده. يا لهوي، لا احنا نختار بس ايه اهي، نختار يعني اول مثلا ايه 2018 و19 و20 بس كده، تمام كده يا شباب، علشان تبقى بالمنظر ده. فهنيجي بقى نعمل عشان نعمل الجروبنج. الجروبنج دي تعمل ازاي؟ هندوس عليها كليك يمين ونعمل حاجه اسمها جروب.
ففي جروب دي اول ما تيجي تظهر عندك الجروب هتلاقي ظهرت بالمنظر ده، بيقول لي انت عايز تخليها مانس ولا كوارتر ولا يير. انتوا اكيد فاهمين الكلام اللي انا بقوله طبعا، اللي هو انتوا عايزين تقسموا الديت بتاعكم ايه. انتوا معايا يا شباب؟ تمام. ايوه الفتره بتاعت الديت انت عايزها كوارتر ولا مانس. فاحنا ممكن نعملها بلقطه حلوه قوي، احنا ممكن نخليها كل سنه ومعاها الكوارتر بتاعها، تمام، وندوس اوكي ونقول له ونقول له احنا نسينا نقول له دي السنه والكوارتر بتاعها، ونختار طبعا السنه عشان هي طبعا هتكون مفروضه لتحت 2018 و19 و20 اهي، هيبقى السنه بتاعتها اهي سنه 2018 الكوارتر بتاعها لواحد، وسنه 2018 كوارتر 2، سنه 2018 كوارتر 3، وسنه 2018 كوارتر 4. ممكن بقى نخليها بمنظر تاني، ممكن نخلي الير دي هنا، يبقى الير هنا سنة 2018 كوارتر 1 و 2 و 3، سنة 2019 كوارتر 1 و 2 و 3. انتوا فاهمين اللي انا بعمله ده؟ حضرتك غيرت مكان ال الير، خليتها في الكولوم بالظبط بالظبط كده. وممكن نعكس اللي هو تكون الير هنا ونطلع الكوارتر مكانها، هي في ال يبقى الير رقم 1 دي افضل شويه، دي افضل بالظبط، دي افضل شويه بالظبط. يير 1 كوارتر 1 و 2 و 3، يير 2 يير 2019 كوارتر 1 و 2 و 3 وهكذا كده. مظبوطه شويه يا شباب؟ معلش. ممتاز تمام. انا بس معلش هي الغلطه بس في حته الداتا اللي انا جبتها دي اللي شقلبت الموقف كله. تمام كده يا شباب؟ ما هو ساعات بس بنحط شويه ملح كده زياده. ماشي يا شباب؟ الو. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. تمام يا دكتور. السلام عليكم. بس كده تعالوا بقى نحسب بقى في بقى هنا نعمل كده، نعمل الفرق ده كده عشان طبعا الدنيا اتلخبطت من بعد الداتا دي. الداتا دي لازم تتغير، الداتا دي هنغيرها يعني. ده حد يعرف الفيلد دي؟ الفيلد دي في البيفت تيبل، الفيلد دي حد يعرف دي ايه دي؟ ايوه دكتور. ها فين دي؟ معلش انا عايز اعمل كالكوليت للكولوم جديد. الله عليك. مين ده؟ مين ده؟ مين اللي قال الكلمه دي؟ تعالى كده اطلع لي كده، اطلع لي هنا كده. جمال صح؟ اه ماشي صح. الفيلد دي ان انت تقدر تعمل، لو انتوا ما تعرفوش البيفت تيبل تقدر تعمل فيه معادلات جوه البيفت تيبل. تخيلوا يعني انت بدل ما تعمل المعادله مثلا، مش انت لما تكون عايز تعمل معادله مثلا وليكن عايز مثلا تشوف مثلا ايه مثلا تجمع مثلا برايس مثلا وتزود عليه 14%، فكنت بتعمل ايه؟ تعمل هنا تاكس مثلا ولا حاجه، او افتر تاكس او افتر اي حاجه، وتضرب ده في 14% وتعمله كده، وبعد كده تسمعه في البيفت تيبل. مش ده اللي انتوا كنتوا بتعملوه؟ تمام تمام. هنا بقى في البيفت تيبل لا، تقدر تعملها في البيفت تيبل على طول. تعالى نعملها ازاي هوريك. تعمل انسرت بيفت تيبل اكزيستنج وهنا، وتيجي تقف هنا كده وتروح دايس اوكي. ومثلا نعمل مثلا ايه الميك اللي هي العربيات دي، كل العربيات والبرايس بتاعها اهو. تمام. ده برايس العربيات او التوتال بتاع العربيات. فهنا بقى نقدر بقى نعمل بقى لقطه بقى حلوه جدا اللي هي ايه، عايز بس اخفي البتاعه دي معفرطاني قوي. هنا بقى نقدر نعمل ايه؟ نيجي في الحته دي كده، ونيجي عند بيفت تيبل انالايز، ونيجي هنا كده في الفيلد دي، ونعمل ندوس على حاجه اسمها كالكوليتد فيلد. كالكوليتد فيلد اهي. دي بقى يعني ايه؟ انت الفيلد الاولاني اللي هو العمود اللي انت عايز تكتبه، العمود ده هيبقى ايه؟ اقول له مثلا افتر سيلز، او مثلا توتال سيلز بقى. تمام؟ سامعني كده يا شباب ولا لا؟ تمام. وهنقول له يساوي. تمام. يساوي. هقول له اليونت برايس، اليونت برايس ده ندوس عليه دبل كليك، وندوس زي في 14% اللي هو العادي بتاعنا. تمام كده يا شباب؟ الو تمام حضرتك. تمام. ونروح دايسين اوكي. ده اول ما ندوس اد نزل التوتال سيلز تحت، ندوس اوكي ظهر لنا التوتال سيلز اهي. ده الرقم بعد ما انا ضربت فيه 14%. روعه. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فطبعا طبعا
هو مش ضارب لي، هو ده توتال البيع، بس هو ضارب لي ثواني هقول لك انا الحته دي. هو بص كده لما تيجي تبصوها، سعر البرايس ده 175000 جنيه، لما تيجي تضرب ده في 14 في ال 100 هيطلع لك ب 24. لا الرقم ده لازم حضرتك نضرب 114% 114% الضريبه، لكن دي أيوة أيوة. دي قيمه الضريبه بس. ايوه دي قيمه، يبقى نضربه في 114%، معلش 114%. او ممكن برضه ممكن نضربه في 1.14 أيوة. يدينا الناتج أيوة. على ايوه اللي هو 114% اهو. تمام هنيجي هنا عشان، طب كويس والله اللي احنا هنعمل عليها موديفاي، هنعمل كده وهنيجي هنا في الكالكوليتد فيلد دي وكالكوليتد، وهنيجي هنا في التوتال سيلز نعمل عليها، لا ثانيه اهي نعمل دي كالكوليتد فيلد، ونيجي هنا لا مش عايز دي ثانيه عشان نعمل عليها موديفاي لحظه، لا اهي كالكوليتد فيلد، ونيجي هنا كده انسرت، لا مش انسرت، انا مش عايز دي، انا عايز ان انا اعمل عليها الموديفاي بتاعها ثانيه عشان انا كنت بلاقيها هنا كده موديفاي، ايوه اهي دي بختارها من هنا يا جماعه، النيم اهي بختارها من هنا، هي حتى التوتال فيلد التوتال سيلز زي بيقول لك البرايس في 14%، لا انا عايزه نخليه 114%، ندوس اوكي كده طلع لي الرقم بعد الضريبه وبعد ما انا زودت ال 14% عليه كده. وضحت كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. كده كويس كده البيفت تيبل كده لحد الان ممتاز. معلش انا بعتذر لاقصى مدى ان الداتا، معلش انا متاسف الداتا دي دخلت عملت لخبطيطه في ماشي تمام. تعالى بقى يلا بقى ننقل على بعديها البيفت تشارت. تمام كده يا شباب البيفت تشارت ازاي تعمل بيفت تشارت؟ بص مش احنا طلعنا البيفت تيبل اهو، مش ده اللي احنا طلعناه؟ نيجي بقى نعمل له بيفت تشارت، هنيجي نعمل كده ناخده كده كوبي اهو اهو حطه هنا كده نشتغل نعمل امبارح صح دكتور؟ بالظبط بس هنزود عليها شويه، يعني اهو ده البيفت تشارت اهو ثانيه عشان الشيت فجاه لقيته هنج مش عارف ايه اهو شايفين كده يا شباب؟ ودي كده احنا نقلنا الداتا اهي. فنيجي بقى على المرحله اللي بعديها اهي اسمها بيفوت تشارت اهي، هناخد الداتا دي كده ونعمل لها انسرت بيفوت تشارت اللي هي دي كده، ممكن نختار بيفوت تشارت اهي ونختارها بالمنظر ده اللي هو مثلا نختار المنظر ده كده ونحطها هنا كده، وطبعا لما ندوس عليها مرتين. نعم هو ازاي ظهر الخانات بتاعت البيفوت تشارت ديت؟ همسحها تاني واوريك. بص هنيجي نقف على دي كده تمام تمام احنا واقفين اهو كده، هنلاقي في حاجه اسمها بيفوت تشارت انلايز اهي، او في انا انسرت في انسرت اهي بيفوت تشارت. انت عندك موديل رقم كام او فيرجن كام في الاوفيس؟ تمام شفتها ايوه. لا انا 21 تمام 21 تمام انا 21 بيفوت تشارت، وبعد كده نختار طبعا الاشكال اللي احنا عايزين نعملها، بس هنخليها بالمنظر ده الكولوم تشارت دي هتبقى احسن حاجه تمام، وهننقلها هنا كده عشان نبقى كل حاجه قصادها. وطبعا عايزين بقى نعمل لها اكتر من حاجه في ديزاين، في اكتر من ديزاين اهو اللي انت مثلا تخليها باللون الاسود بالشكل ده، انا خليها مثلا باللون الاسود عشان ايه نظبطها اهي تمام. طبعا احنا قلنا امبارح، حد فاكر احنا امبارح عملنا ايه؟ بنشيل صح كده شلنا التوتال والتوتال والصم ونشيل التوتال والصم اوف برايس ونشيل صم اوف برايس نعمل لها هايد ودي كمان هايد كده، بقت الدنيا فاضيه والدنيا بقت جميله. نيجي نعمل هنا والتوتال برضو بنعدلها نكتب مثلا ايه اللي هو توتال سيلز بير يير تمام كده يا شباب. ناقص لنا حاجه ها ديسا. نعم طبعا بص يا شباب نحط النسب المئويه الليبل اهي هتيجي هنا في كلمه ديزاين في حاجه اسمها اد تشارت اليمنت عناصر، وفي حاجه اسمها ليبل اهي ليبل، ونحطها مثلا في الاوتسايد او متهيألي اوتسايد امتى هتبقى احسن حاجه دي كده احسن حاجه اهي دي كده تبقى الليبل. ممكن بقى طبعا احنا لحد سنه
لا هي مش مترتبه يعني، لحد مثلا ممكن 21. بصوا يا شباب ممكن تعملوا حركه حلوه قوي، في حاجه اسمها هنا توب، تيجي تقف هنا على مصطفى جمال اللي كان بيكلمني على الموضوع ده، شايفين علامه السهم دي، دوس عليها كده، في حاجه اسمها فاليو فلتر وفي حاجه اسمها ليبل فلتر. سامعين يا شباب؟ الو سامعين حضرتك؟ تمام. فاليو فلتر دي في حاجه اسمها توب 10، فانا ممكن اقول له انا عايز اعلى اكبر اشخاص، اعلى اكبر، وندوس اوكي، فجاب لي اكبر حاجات، فهنا سمعت اهي. فاهمين؟ ممكن تاني؟ بالظبط، انا كنت متوقع تاني دي. يلا تعالى عشان نعمل دي. بس النت ايوه على ايوه حضرتك بس لا 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 والله ابدا، انا عايز الناس تقول لي تاني عشان انا بحب الحته دي. بصوا يا شباب، لما تيجي تقفوا هنا كده في علامه السهم اهي، تمام؟ تمام. انتوا شايفين؟ بصوا المنظر ده كله، احنا طبعا مش عايزين كل ده، احنا عايزين مثلا اول خمسه سته. فنيجي هنا في السهم ده، في حاجه اسمها فاليو فلتر، شايف؟ تمام. اي توب 10 اعلى اثنين، وفي كمان بقى اللي هو ايه، تروح في توب وبوتوم، يعني اقل واعلى، فانت هتختار التوب وتختار مثلا اول خمسه مثلا، تمام؟ تمام. بختار زي اول خمسه. تمام يا دكتور. ما بختار، بتختار اهو. وبس المشكله عشان الماوس مؤشر ما بيظهرش معانا، فمش عارفين حضرتك بتتحرك فين، بس هو ده دي المشكله. الماوس مش ظاهر. طب بص، لا. يعني تيجي تقف هنا في الخمسه دي وتكتب خمسه. هي في بتاع دوت بوكس فتح جديد، معلش. انت فاهم؟ هي هنا، هي انا هنا اهو. تمام. خلاص اهو خمسه اهي، وندوس اوكي. فظهرت هنا اهي. كده تمام. كويسه اهي شويه، صح ولا غلط؟ ممتازه كده اهو. تمام. في بقى حاجه اسمها نقلل البتاع دي شويه، في حاجه اسمها تشينج تشارت تايب. يعني التشارت اهي انا هنقلها هنا كده، في ممكن بقى نعمل تشارت تايب اللي هو تشينج تشارت تايب، اللي هو ايه، اللي انا اغير شكل التشارت دي اخليها حاجه تانية. فهاجي هنا التشارت تايب دي هتكون فين؟ التشارت تايب دي هتكون في كلمه ديزاين، تشينج تشارت تايب، ونغيرها من الشكل ده نخليها مثلا بالشكل اللي هو نخليها بالبار تشارت ده اهو. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني ايه؟ تمام. هي الداتا اهي، الداتا اهي انا غيرتها للشكل ده. انتوا هو ممكن في الشكل ده يا استاذ محمد نجيب اقل نسب برضو؟ ما انا بقول لك اهو، انت ممكن في الشكل ده اهو تروح جاي مثلا عامل هنا اللي هو بدل دي، بدل توب نخليها اهي توب اهي، في توب اهي، توب اهي، تمام، في بوتوم اهي، خدت بالك من بوتوم؟ شفتها كده. بس كده، وتغير البوتوم والتوب. خليل، عبد الواحد، انتوا معايا؟ انا مع حضرتك. انتوا تمام كده؟ الكلام كده واضح؟ تمام. تمام. الداشبورد بقى انا سايبها لكم فاضيه والله العظيم، عشان انتوا حبايبي. عشان احنا هنشتغل عليها. بصوا احنا اللي هنملاها. انا لحد دلوقتي الدنيا حلوه. بس كده، احنا الداشبورد بقى، بصوا يا شباب بقى، الداشبورد دي متهيألي حلم كل الداتا اناليست ان هو يعمل داشبورد، صح؟ صح. صح كده. يلا بينا. جات لك الفرصه، جالكوا الفرصه. يلا بس بينا. بس استاذ محمد، بس واحده واحده عشان النت ضعيف، معلش. انا متاسف، هو النت عندي انا ضعيف؟ يعني الرساله عندكم ضعيف فعلا؟ الحاجه بتوصل يعني بعد حضرتك ما بتقولها وبتخلص بتظهر. لا اله الا الله. ماشي، حاضر حاضر، ماشي. يلا بينا. طب بعد اذنك يا باشمهندس، اتفضل. انا بس النت فصل عندي الحته اللي فاتت دي، فلو في ريكورد مثلا حضرتك ممكن. والله العظيم، والله انا مسجل، انا مسجل والله. تمام. انا اسمعوني، انا قلت لكم ان انا هسجل وهرفع لكم الحاجه دي بكره، بكره بالظبط هرفعها لكم والله. بس هو ده الامل بتاعنا يا استاذ محمد، ده الامل بتاعنا ان نشتغل. والله خير، والله خير. وعلى فكره صح يا جماعه، ان شاء الله ان شاء الله من المره الجايه نشتغل على جوجل ميت. جوجل ميت احسن واسرع وما بيقطعش. ماشي، جميل جدا. جوجل ميت اوكي. ماشي. ماشي، يلا بينا يا شباب، يلا بينا. هنيجي بقى هنا عند الداتا اهي، دي الداتا. بقول لكم ايه، لحظه انا هجيب لكم داتا تانية، انا اتفقعت والله العظيم من الداتا دي. اصبروا لحظه. يلا شباب، انتوا معايا كده؟ الو تمام. معايا كده؟ تمام. يلا بينا بقى. بصوا بقى يا شباب، دي بقى مبيعات، يعني دي داتا
ان شاء الله ان شاء الله تكون خفيفه عليكم وهتكون كويسه ان شاء الله. بصوا يا شباب، ده رقم الفاتوره. على فكره نعم تمام، هي الداتا دي احسن احسن من التانيه لان دي ملمسه معانا شويه في الشغل بتاعنا. بس انا قلتها لكم، انا متاسف. انا قلت انا ما ينفعش ان انا ابقى كرييتيف تاني. ماشي تمام كده يا شباب. بصوا يا شباب، دي رقم الفاتوره، ده رقم البياع، يعني اللي هو كل بياع بيبقى ليه رقم، واسم المنتج طبعا اللي هو المنتج رقم 1 و2 و4 و10 وكده، ومخزن المنتج وسعر البيع وعدد القطع وقيمه الفاتوره اللي هو بعد ما تضرب ده في ده وتاريخ البيع. تمام كده يا شباب، كده الكلام واضح الى حد ما وكويس الى حد ما، صح كده؟ الو تمام. هو تمام، هو حضرتك تمام تمام تمام. فاحنا كده اشتغلنا على اللقطه دي كده تمام. نيجي بقى نعمل عليها داشبورد. داشبورد يعني ايه؟ هقول لك انا داشبورد يعني ايه. الداشبورد دي اللي هي عامله زي لوحه المفاتيح او لوحه القياده اللي هي بتبقى موجوده اللي هي في التابلو اللي هي في قدام العربيه. بتبقى انت ماسك الدريكسيون كده وقدامك مؤشر الزيت، مؤشر البنزين، السرعه قد ايه، لمبه الاشاره معرفش ايه، لو انت عايز ترجع وجنبك جسم ولا حاجه ينور لك وهكذا. دي بتبقى انت شامل كل حاجه وبتبقى شايف كل حاجه في الداشبورد دي. هو ده اللي احنا جايين نشرحه ان شاء الله النهارده. بص يا شباب، اول حاجه في الداشبورد انت هتعمل بيفت تيبل للحاجات دي كلها وتلخصها في داتا. بصوا الداتا اللي موجوده قدامكم دي اعتقد في ناس تقدر تلخصها دلوقتي وانا قاعد معاها. حد ممكن يساعد معايا؟ يعني دلوقتي انا عندي داتا كتير اهي، ايه اللي ممكن مثلا الخصه من الداتا دي؟ طب انا هبتدي وانتوا تبتدوا معايا. هناخد المنتج والمخزن وقيمه الفاتوره. ماشي والفريق. انا هقول لك اهو، استنى انا هبتدي انا وانتوا تبتدوا معايا. يعني انا مثلا ماشي. هقول مثلا ايه، انا هبتدي مثلا كل بياع باع قد ايه قطع وباع قد ايه قيمه فواتير. تمام، يعني نشتغل النسخه مع حضرتك. لا انا معاكوا، لا انا معاكوا، انتوا بس قولوا لي افكار، فانتوا بعد كده تقولوا لي بعد، يعني انا هقول فكره وانتوا تقولوا ورايا. هدوس مثلا انسرت. اوكي ماشي. انسرت بيفت تيبل. تمام، انا هحط البيفت تيبل، انا هحط البيفت تيبل، ركزوا، انا هحطها هنا كده في الداشبورد دي وادوس اوكي واجيب رقم البياع. تمام، باع كم قطعه، قصدي قيمه الفاتوره الاول. فكده البياع ده، ثواني، البياع محمد هو في، انا لقيته فجاه فصل. لا لا ماشي. المهم بص يا شباب، انا فجاه الموضوع قطع خالص كده. دي كده القيم، دي كده البياع تمام، ومعاه الفلوس، وهحط برضو البياع، نفس البياع، سواء نعملها تاني كده واحده كمان، انسرت بيفت تيبل، ونيجي في الاكزيست هنا في الداشبورد، احط هنا البياع رقم البائع وباع كم قطع، عدد كم قطع. خلاص كده يا شباب، كده انا خلصت اول لقطه دي. اتفضلوا قولوا لي اي افكار تانية. معلش كانت في واحده كانت بتتكلم بتقول لي انا عندي فكره، اتفضلي قولي. انا رحمه. اتفضلي يا رحمه. ممكن نجيب اسم المنتج، كم عدد القطع اللي اتباعت منه، واجمالي الايراد بالظبط. استني كده لحظه، نعمل كده انسرت بيفت تيبل ونحطها في هنا كده في الحته دي كده. نحطهم كلهم تحت بعض. انت قلتي ايه؟ معلش اتفضلي كده. اسم المنتج. اسم المنتج اهو، اسم المنتج. تمام، عدد القطع اللي اتباعت من كل منتج. عدد القطع اللي اتباعت من كل منتج، واجمالي السعر، واجمالي قيم الفاتوره. تمام كده يا ستي. تمام، ثواني نعمل دي كده. تمام، حد عنده افكار تانية غير رحمه؟ ممكن نجيب المخزن برضه. المخزن يبقى كام؟ مخزن مع ايه؟ المخزن ممكن نجيب البياع معاها، البياع مع المنتج، يعني كل منتج سحب منه كم، الرقم البائع هو باع منها كام قطعه، ونكمل يعني نحط بس الرقم البائع مع قول لي كده صبر براحتك كده، قول لي كده انت عايز تعمل ايه، قول لي كده من الاول. يعني نحط البائع ماشي، رقم البائع ومعاه باع انهي منتج، لان ممكن يكون البائع ده يعني معاه منتجات معينه
كل منتج سحبه من انهي مخزن وقيمه الفاتوره بتاع كل واحد عشان يعني نقدر نحاسب يعني المخزن ده سحب منه قد ايه. بص طب انا هقول لك على حاجه، خليها الاول حاجتين بس يا صبر، يعني خليهم الاول حاجتين بس. يعني مثلا صبر لو بعد اذنك، يعني ممكن مثلا نقول ايه، كل يوم الايام اللي اتبعت فيها جمعه قال الجمله دي، محمد جمعه قال الجمله دي، قال الايام نجيب توتال الفواتير بتاع اللي هي الفلوس بتاعتها، فنيجي نعمل انسرت بيفت تيبل ونيجي هنا في الاكزيست نحطها هنا كلهم، نحطه هنا كده تمام اوكي، وهنحط الايام. فين الايام؟ الايام تاريخ البيع اهو، ونحطه قدامه قيم الفاتوره، وتبقى كده البيع بتاعها مظبوط تمام. ونعملها كده، نفصلها كده ونخلي ندوس كلمه سورت من اعلى لاصغر تمام. طب خلينا لحد هنا كده يا جماعه، انتوا كده يا جماعه لحد الان كده انتوا معايا صح؟ تمام تمام. كل ده في اول ثلاث عمدان. اول حاجه هنعمل هنا وندوس كلمه انسرت بيفت شارت. انت معايا خليل صح؟ الو انا حضرتك معايا عبد واحد، معايا الناس كلها تمام تمام. بص يا شباب تمام، هنيجي هنا كده في البياع، هنيجي هنا كده احنا دوسنا بيفت شارت وهندوس على دي كده تمام، الحته دي كده ندوس عليه، وهنمسح دي كده وهنمسح دي كده وهنمسح دي كده، كليك يمين هايد، وهنعمل هايد لدي كمان، ونكتب ايه؟ المبيعات لكل بائع صح كده؟ تمام تمام. وبعد كده هنضيف لها ديزاين، وبعد كده هنضيف لها داتا ليبل اهو اوتسايد، وبنسبه كبيره الداتا ليبل دي كده شكلها كويس مش وحش يعني، يعني كده، ونخليها مثلا بالبولد ونخليها مثلا سودا لونها اسود، اظن دي كده كويسه. بعد كده هنيجي هنا انسرت، انتوا معايا في كل خطوه، اللي اول ما تلاقوني قطعت قولوا لي يا محمد وقف، احنا عايزينك تعيد من الاول تاني خلاص كده تمام ماشي. هنيجي هنا انسرت بيفت شارت اهي نعم الميت ضعيف. طب حاضر انا قصدي واحده واحده يعني معلش. حاضر حاضر هيبقى هنا انسرت بيفت شارت تمام كده، وهنخليها مثلا برضو نفس الكلام ده برضو، يعني نخليها مثلا دي كده برضو تمام اهي، ونعمل هنا ندوس بقى هنا كده ونروح حاملينها على دي كده كده اتظبطت، بس لسه طبعا ما شالتش دي، ونعمل كليك يمين هنا هايد وكليك يمين هنا هايد، وهنا دي تمسحها، ونعمل هنا دي كده ونحط تعمل ديزاين، ونحط قدامها ايه الداتا ليبل بتاعتها، ونخليها اوتسايد، ودي نخليها ايه نكتبها اسمها ايه عدد القطع لكل بائع تمام كده يا شباب تمام، ونخليها تمام تمام، ودي كده نخليها كده نخليها سودا تمام كده، ونحط دي كده جنب دي تمام تمام. نيجي بقى هنا المنتج، المنتجات لو تلاحظوا كتيره شويه، فلما نيجي نعملها ما نعملهاش بار كولوم، ده اسمه كولوم تشارت، كولوم الثانيه هنعملها بار، هندوس كده انسرت، يعني احسن اختيار ليها البار اهو، البار تشارت بار اهو، بس ممكن بقى نخليها ايه بقى، نخليها دي عدد القطع ودي عدد، طب نخليها كده عدد القطع مش واضحه، عارفين ليه مش واضحه؟ بصوا كده لو تلاحظوا، بصوا هتلاقوا في لون ازرق بسيط هنا، بصوا خدتوا بالكم من اللقطه دي فين؟ لون ازرق بسيط، اصل بصوا البيع هنا 24 بس القيم صغيره، يمكن الفاتوره كبيره وعدد القطع رقم صغير بالظبط، فاحنا هنلغي عدد القطع، هنلغي عدد القطع. احنا ممكن نختار هنا اللي هي الشكل البياني اللي هو على شكل دايره، بس مش هبان برضو، مش هبان القطع مش هتكون باينه، انا عارف الدونت وعارف الباي شارت بس مش هبان، فنشيل عدد القطع. طب ممكن نخترع كومبو شارت يبقى ظاهر فيها عدد القطع وال ايوه، ما هي دي كومبو شارت، فاهم؟ ما هي دي كومبو شارت،
بس عارف هي دي. بص لو تلاحظ ال بصوا انا ايوه وصلها ايوه صغيره جدا عشان رقم 24000 ورقم اللي جنبيه بالظبط 231، بالظبط فعشان كده مش باينه. مش واضحه خالص. فانا هشيل دي كده ونخلي دي، ونخلي السورت دي كده نخليها من اصغر لاعلى اهو، تمام اهو، نخليها بالمنظر ده كده اهو. وطبعا هنشيل الاسم ده كده نعمل هايد، ونشيل قيمة الفاتورة كده نعمل هايد، ونشيل التوت. اللاين اتفضل قول يكون اللاين الايه؟ انا مسامع بيقول حضرتك اللاين شارت. اللاين شارت بس دي احسن. اه انا عارف اللاين شارت. بص تعالى نعمل كده تشينج، تشينج الشارت تايب واللاين شارت اهو. بص دي انا شايف يعني اللاين شارت ده مش حاسس ان شكله احسن. انتوا حد شايف ان هو شكله كويس؟ لو عايزين نعملها نكمل. هو التاني اوضح عشان ما بين كل منتج التاني اوضح. اه بالظبط اهو. استنى نعمل بقى دي كده اهي، هنشيل التوتال دي، وهنشيل كمان دي، نخلي البتاع فاضيه خالص، وهنخلي هنا المبيعات لكل منتج. تمام تمام نيجي بقى هنا اخر حاجه خالص، انسرت بيفوت شارت، ونخليها ايه مثلا، نختار يوم مثلا، الايام هتبقى شبه بعض، اللاين البار شارت نخليها بالاريا، الاريا تبقى طبعا مفيش سكاتر، نخليها بالاريا دي، انا شايف الاريا دي تبقى كويسه. مش نخليها بالاريا دي كده اهي، انا اوريكم دلوقتي انا بعمل ليه كده اهي. تمام تمام هنشيل دي كده، وهنشيل دي، وهنخلي المبيعات لكل يوم على لكل يوم. تمام كده يا شباب. هنا بقى ممكن نعمل لقطه حلوه قوي. شايفين دي؟ فاكرين كلمه جروب؟ فاكرين جروبات الجروب اللي احنا كنا عاملينها؟ اه جروب. انتوا كده معايا صح؟ تمام 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 فاكرين كلمه جروب اللي احنا كنا شغالينها في البيفت، في البيفت تيبل اللي هو الجروب ده، اللي هو ده، فاكرين كلمة جروب دي؟ انتوا معايا صح؟ اه تمام تمام بس معلش. جروب دي لو تلاحظوا في السيلز ده كل الدنيا هنا عبارة عن شهر ديسمبر 2019، فاحنا ممكن نقسم شهر ديسمبر ده عن طريق الأسابيع. يعني ممكن نختار أسبوع أسبوع، مش هم 4 أسابيع في الشهر؟ فممكن نختار اسبوع اسبوع ونشوف حجم السيلز بتاعهم. فاهمين ولا لا يا شباب؟ اه تمام. يعني هندوس كليك يمين هنا جروب جروب. خليل انت موجود ولا لا؟ معلش تاني يا دكتور كده عشان النت كان قاطع. حاضر بقول لك. موجود اه معايا. بص لو تلاحظوا هنا ده البيع، ده عدد البيع او الايام بتاعت البيع. تمام. فانا دلوقتي شايف الايام دي كتير قوي، فانا عايز اقسمهم اسابيع. بدأ ما احنا كده كده دولت الايام في الشهر، فدولت شهر ديسمبر 2019، فانا عايز اقسمهم كاسابيع مش ايام، لان الايام دي شكلها مش يعني مش حلو خالص. فاهم قصدي ايه؟ فهنعمل ايه بقى؟ نروح دايسين كليك يمين جروب، فبيقول لي بص بقى، بيقول لي انت عايز، انا هخليه انا عايز باليوم، واقول له انا عايز بقى ايه النمبر اوف دايز يبقى 7 ايام. فاهمين؟ الو ايوه تمام ايوه تمام يا دكتور. النمبر اوف دايز دي نخليها 7 ايام، وطبعا هو التاريخ بادئ من يوم 1/12/2019 ل 29/12/2019. وادوس اوكي. بصوا اللي حصل، اتقسمت من 1/12 ل 7/12، ومن 8/12 ل 14/12، ومن 15/12 وهكذا. خدتوا بالكم يا شباب ولا لا؟
هو قسمها كده كل جروب 7 ايام بالظبط. تمام كده يا شباب؟ معلش ممكن حد تاني يا استاذ محمد، يلا بينا نرجع تاني. استنى كده نرجع تاني، استنى كده نلغي دي كده لحظه عشان ايه نبتدي نشتغل عليه. او انا دلوقتي عايز، بصوا يا شباب هنا ال التواريخ البيع ده عباره عن ديسمبر 2019، ديسمبر 2019 بس، فاهمين؟ اه تمام. هو شهر واحد، هو شهر واحد تمام. فانا لما اجي اعمل، عايز اعمل الايام دي، فانا لما اعمل الشارت ليها هتبقى متعبه جدا، هتبقى شكلها حتى ما كانش حلو، انا حتى مسحتها. فهنعملها عن طريق الاسابيع، يعني الاسبوع الاول في الشهر ده عمل ايه، الاسبوع الثاني عمل ايه، الاسبوع الثالث عمل ايه، وهكذا. فهعملها هنا كده انسرت، او ممكن نعملها على فكره عن طريق 15 يوم و15 يوم. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني تقسمها اول 15 يوم عملنا ايه وفي اخر الشهر عملنا ايه. انتوا معايا ولا ايه؟ نخلي النمبر اوف دايز 15 في الحاله دي بالظبط. جروب اهي، جروب تمام، لازم معاك، ونخليها دي اهي، ونشيل المانث دي، وهنا نخليها هي طبعا بادئ من يوم 1 ل 29، فاحنا نخليها كل اسبوع، كل 7 ايام. اي 7 ايام اهي، نمبر اوف دايز اهي، خدتوا بالكم ولا لا؟ تمام مظبوط يا دكتور. وهندوس اوكي اهي. فكده اتقسمت لي اهي من 1 12 ل 7 12 كده. وضحت شويه يا شباب؟ تمام. يعني احنا بنظبط التيبل اصلا وبعد كده بنروح نعمل له التشارت، صح؟ بالظبط. انت بتظبطي الشكل اهو، وبعد كده نروح عاملين اهو انسرت. دي بقى ممكن نعملها بقى ايه بقى؟ ممكن نعملها بالباي تشارت. خدت بالك؟ بالباي تشارت احنا عملنا ايه اول. طب اقول لك على حاجه، ممكن نخليها مثلا بالاول 15 يوم. استنى كده لما نشوف اول 15 يوم ايه اللي هيحصل. لما ادوس كده جروب واخليها كده اول 15 يوم هتبقى 2 بس. بس شفتوا الفرق؟ فرق الفواتير كبر. تمام. يعني لو تلاحظوا، بصوا يا شباب لو تلاحظوا، المفروض ان في اخر الشهر الدنيا بتزيد شويه، يعني البياعين بتزيد، لكن هنا لو تلاحظوا في اول الشهر ضربوا قوي جامد قوي، بعد كده في اخر الشهر قلوا من يوم 16 ل 29 قلوا. فهنا نعملها ايه؟ انسرت بيفت تشارت، ونخليها باي تشارت، ونخليها بالمنظر ده كده. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام. الو تمام كده كويس. بصوا بقى يا شباب بقى، احنا كده خلصنا شكل التشارتات اللي احنا كنا عايزين نعملها. تمام. نيجي بقى اللقطه الاخيره اللي احنا عايزين نربطهم ببعض. دلوقتي لو انا عايز افلتر على حد معين اعمله ازاي؟ اجيب البياع الاول ده يظهر لي، ده كله يظهر لي ازاي؟ مش هتظهر. هنعمل ايه بقى؟ احنا بس قبل ما نقفل دي، نقفل الحاجات دي الاول. شايفين الشكل ده؟ الشكل ده ما فيهوش ليبل، يبقى هنيجي عند كلمه ديزاين، وهنيجي عند اد شارت ليميت، وهنيجي عند داتا ليبل، ونخليها اوتسايد 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 امتى. تمام كده يا شباب؟ اوتسايد اهي. وبعد كده هنروح عاملين هنا، اعمل لها برضو اد تشارت ليميت او اد داتا ليبل اهي، نخليها اوتسايد اوتسايد، ونعمل دي هايد، ونعمل هنا اللي هو البيع على حسب بيع البيع لايه بقى؟ دي هتبقى نص شهر ونص، بيع شهر ديسمبر وخلاص، شهر ديسمبر بس كده، البيع شهر ديسمبر. تمام تمام. انتوا معايا كده يا شباب ولا ايه؟ انتوا شايفين صح؟ تمام. تمام تمام كويس قوي. فهنيجي هنا و لحظه انا شلتها خالص. تمام. احنا دلوقتي هنيجي دلوقتي وهنعمل ال هنربطهم ببعض. دلوقتي لو انا عايز افلتر على حاجه، افلتر على ايه ازاي؟ هنا بقى يجي دور السلايسر. لما تيجي تقف عند خليل، انت شايفني صح يا خليل؟ طبعا انا مستنيها دي. اوريك حاجه هتبسطك قوي، اوريك حاجه هتبسطك قوي. لما تيجي تقف عند اي بيفت تشارت هنا كده، او عند اي قصدي بيفت تيبل هنا، وتدوس على كلمه بيفت تيبل انلايز، هيظهر حاجتين اهو، اسمهم ايه؟ اسمهم انسرت سلايسر وانسرت تايم لاين.
انا اول حاجه ادوس انسرت سلايسر، فبيقول لي بقى ايه السلايسر ده، بيجيب لي كل المحتويات اللي هنا، كل المحتويات اللي هنا دولت بيجيبهم لي في السلايسر ده. يبقى ادوس كده انسرت، قصدي بيفت تيبل انلايز انسرت سلايسر، بيجيب لي كل المحتويات اللي كانت في السيلز ريبورت ده. فهنعمل ايه؟ هقول له انا عايز رقم البياع، وعايز تاريخ البيع، وعايز اسم المنتج، اسم المنتج ومخزن المنتج. تمام كده يا شباب، وندوس اوكي. جاب لي اربع سلايسر اهم، بصوا واخدين بالكم من دولت؟ شايفين يا شباب ولا لا؟ تمام. هنروح دايسين على اول واحده ده، اول واحد ده، وفي اول، بص اول ما تيجي تدوس عليه هيظهر كلمه اسمها سلايسر فوق اهي، سلايسر. هتروح عامل له ريبورت كونكشن وتربطه بالباقي، تعمل على دولت كده صح، مش دولت اربعه سلايسر. هنعمل ايه معلش؟ اهو اول ما تيجي تقف على دي كده هيطلع لك حاجه اسمها سلايسر فوق اهي، ظهرت كلمه سلايسر صح؟ تمام. اول ما تيجي تقف عليها في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، دوس عليها كده، مش هم اربعه سلايسر؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه صح؟ تمام. هتعمل لهم كونكشن ببعض، كونكشن ببعض اهو، دوس اوكي. تيجي على اللي بعديها تعمل ريبورت كونكشن وتربطهم ببعض. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ انتوا سامعيني في اللي انا، انتوا فاهمين ان انا بعمله ده ولا لا؟ ايوه. يعني بتعمل كونكشن ما بين الاربع سلايسر اللي حضرتك اخترته. بس كده اهي، اهو كونكشن اهو، سلايسر اهي، اهي سلايسر، واهي سلايسر اخر واحد خالص سلايسر اهو. تمام كده بقى، كده دور البيفت تيبل ده انتهى. اروح اعمله كده وادوس كليك يمين وادوس هايد، هايد كلمه هايد. تمام كده يا شباب، واروح عامل على ده كده واجي عند فيو، فيو شايفين كلمه جريد لاين دي؟ جريد لاين دي. الو ايوه ندوس عليها هنا عشان نخفيها، تبقى دي مش موجوده كده، شايفين مش موجود اي حاجه. تمام. وناخد السلايسر ده نخليه كده على جنب كده شويه، نخليهم كده على جنب، وهنا هقول لكم فايدتهم ايه دلوقتي. تمام تمام. وهنروح عاملين دولك كده توتال، ده 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 ده، ونروح جايبينهم على الشمال كده شويه. احنا ممكن نعمل ايه في دي كده؟ ممكن نخلي ده كده، نخلي دي كده هنا كده، يعني هو كده البايفت تيبل ما بقالوش لازمه، احنا كده طلعنا ما لوش لازمه. انا ما مسحتوش. انا فاهم، انا قصدي لما اجي اقدم الريبورت مثلا هل التشارت دي كفايه؟ ايوه، ما هو ده شكل كده كويس اهو. استني بس عشان كده، عشان نظبطها كده نظبط لها مكان. نخلي دي كده لتحت كده، ونخلي دي كده تحت هنا كده لحظه، ونخلي دي هنا كده. ونخلي دي كده هنا، ونخلي المنظر ده كده هنا. نخلي نوسعها ونظبطها كده. انتوا اكيد شايفين اللي انا بعمله صح؟ تمام اكيد طبعا. مش كده تمام. ممكن نخليها بالمنظر ده كده، نخليها بالمنظر ده. تمام تمام تمام. نخلي، انا بس عايز اشيل ال، بالظبط اقف على دي كده اللي هي تقف على، بصوا يا جماعه لو تلاحظوا شايفين الـ 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 الخطوط دي، الخطوط دي الو شايفين الخطوط دي؟ بمجرد ما ادوس عليها كده، ادوس عليها كده هي عملت لي علامه على كل، ادوس ديليت وادوس على دي كده هتلاقي عليها، ما ادوس ديليت شايفين اهي كده، وادوس عليها وادوس ديليت اللي هي الجريد لاين اللي موجوده جوه البتاع. ممكن مثلا نخلي مثلا لون البتاع دي كلها مثلا تبقى لونها يكون كده مثلا، او اللون ده يبقى لون كده مخفي شوية، ونصغر دي كده شوية، ونخلي رقم البياع اهو ونصغر دي كده شوية، واسم المنتج اهو ونكبر دي كده شوية، والتاريخ طبعا، والمخزن، لا نخلي المخزن فوق عشان المخزن ده صغير اهو، نصغرها دي كده
وين ساكر دي كده، خليها كده المنظر ده كده. انتوا كويسين؟ كويسين جدا طب جدا. كويسين جدا الحمد لله، ربنا يديمها نعمه اهو. انتوا كده شايفين كده كويس صح كده؟ ايوه. ها نتوكل على الله ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. بمجرد ما تدوس على رقم البياع بص ايه اللي هيحصل. بص رقم البياع هنا المبيعات بتاعته بيجيب كل النتائج اللي مرتبطه بيه بالظبط. رقم البياع اللي كانه بيعمل فلتريشن على الـ على الـ على الشورتس بالاكشن اللي انا عملته على بالظبط. هو بيعمل فلتريشن صح، هو بيعمل فلتريشن على الحاجه بتاعته صح. فدي كده اهي، ونيجي هنا ده رقم 2. رقم 2 في البيع بتاعه اهو، وبيقول لك النص الاولاني في من يوم 1 ليوم 15 بالازرق ده عمل ايه، ومن يوم 12 ليوم 17 عمل ايه. وهنا ممكن بقى نضيق الفلتر اكتر، ممكن نحط المخزن ده مثلا نضيق اكتر الموضوع. يقول لك الراجل ده اللي هو البياع رقم 2 باع من مخزن 2 ايه، باع من مخزن 1 ايه، باع من مخزن 1 منتج 4 ومنتج 15 ومنتج 19 ومنتج 9. فاهمين قصدي ولا يا شباب؟ اه تمام. هل كده وضحت؟ احنا ممكن بقى نعمل لها مثلا شكل مثلا افضل كده شويه، يعني هو ده كده الكونكشن اللي عملناه ما بين الاربعه دول بالظبط. ممكن نعمل دي كده وندوس عليها مرتين. في حاجه اسمها هنا كده شادو، ممكن نخلي الشادو ده مثلا يبقى كده بالظبط عشان دي بتبقى شكلها احلى بكتير اهي كده. استنى صح كده، كده احسن شادو ولا طب سوري هو ايه اللي حصل؟ انا لسه بقول ايه اللي حصل عشان خاطر النت بس. اه ما هي المشكله النت، ما هي المشكله حاسس النت اهو. بص اهو استنى، بص انا هوسع كل الاماكن دي مع بعض كده، هبعدهم عن بعض تمام؟ تمام كده؟ اه تمام تمام. هفك الفلاتر في اي حاجه اهي، هدوس عليها كده دبل 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 كليك اهو، دوست عليها دبل كليك او دوست كليك يمين، وحاجه اسمها فورمات سيريس او فورمات داتا سيريس حاجه زي كده اهي، فورمات داتا سيريس تمام كده. وضحت كده؟ دوست كليك دبل كليك فوقها. في هنا العلامه دي اسمها افكت، افكت في حاجه اسمها شادو، شادو يعني ظل. مين فندوس مثلا في الظل دي كده مثلا، نروح جايبين هنا كده ونخلي مثلا السايز بتاع الظل ده كده لحظه هيبقى بالشكل ده كده. ثانيه اهو ظل شادو اهي، لو تلاحظ بقت مضللة كده فاهم، بقت عليها ظل كده من تحت. سامعني؟ الو اه تمام تمام. وده بقى السايز بتاع الظل دي مثلا، ممكن نخليه مثلا يبقى بالظبط، يبقى كده مثلا، يبقى مثلا والانجل نخليها يبقى انا عايزها يبقى بالظبط، انا عايزها بالمنظر ده كده، الانجل ده كده، ونعملها مثلا كده ونحطها على الموضوع ده، نعمل لها فورمات بينتر. لا مش هتيجي في الفورمات بينتر، لازم تتعمل بايد اهي، ونروح عاملين دي كده، ونروح ده كده ده الظل بتاعها، نروح عاملين دي كده برضو فورمات دي، وده الظل بتاعها نخليه على 20. لا ده الظل ده عالي قوي، يبقى نخليه على السايز بتاعه يقل شويه، يبقى 100. انتوا شايفين يا جماعه اللي انا بعمله صح كده؟ اوكي ماشي. انتوا ممكن كمان بقى تقللها كده شويه. نعم اهو، احنا ممكن بقى نجيب دي كده. انت حد شاف قبل كده حد يا جماعه بيتكلم عن بيعمل داشبورد قصاده؟ يعني انا قبل كده من سنه بس ما عرفتش اوصل، ما عرفتش اطبقها بنفسي. بص يا شباب الداشبورد يا جماعه اللي تلاقيه بيعمل داشبورد تلاقيه بيتكلم كانه بيتكلم معانا كده، يقول لك ايه بص طب احنا هنعمل كده، طب انا هعمل كده، طب بص طب احنا هنروح في الحته دي. والله بتلاقيه بيتكلم كده والله 100 بس كده اهي. ونخلي البياع كده، ونخلي دي كده،
استنوا ننزل دي لتحت كده شوية. ننزل البياع ده كده لتحت كده شوية اهو، وننزل دي كده لتحت شوية. نخلي دي كده مظبوطة كده جنبيهم عشان تبقى الدنيا تكون بالظبط. كده كويسة صح؟ ونكبر الكلام ده كده شوية، نخلي مثلا المنتجات دي مثلا نخليها كبيرة كده شوية، ونخلي برضو دي كمان دي كده كبيرة، ما عشان المساحة هنا بقت كبيرة، صح ولا غلط؟ صح كده. صح كده أهو. ممكن نعملها بولد كمان عشان تبقى أوضح. نعم؟ بقول لحضرتك ممكن نعملها بولد عشان الأرقام تبقى أوضح يعني. الله عليك، أهو بولد أهي عشان تبقى أرقام أوضح، ودي كمان بس كده، ودي كمان نكبرهم الحتة الصغيرة دي كده، ندوس عليها كده ونكبر ونعمل كده تمام، ودي برضو نكبرها برضو. بس كده كده إلى حد ما كده بقت دي داشبورد. داشبورد يعني ايه بقى؟ أهو بمجرد ما أدوس اسم المنتج، بص اللي هيحصل، اسم المنتج أهو، اسم المنتج قال لي اسم المنتج اتباع منه المبيعات 24000 قطعة، 24000 جنيه، وعدد القطع اللي باعها كل واحد من البياعين، وكمان الفلوس، ما هم دولت 24000 جنيه، فأنت لازم يبقى مجموع الناس دي 24000، وكمان المبيعات بتاعته في الحاجة بتاعته. ايه رايكم يا شباب؟ ممتاز جدا. انا ممكن كمان نزود بقى، نعمل هنا الوانات يعني، ممكن نعمل مثلا في الديزاين دي مثلا ممكن نخلي مثلا لون مثلا زي اللون مثلا، هقول لك ايه، ده مثلا، ده مثلا، ونخلي الكتابه دي كده مثلا كبيره كده شويه، ودي مثلا نكبرها مثلا كده شويه، ونخلي هنا مثلا الحاجات هنا تبقى فيها بقى اكتر من ديزاين يعني، ممكن تشينج كولر مثلا نخليها باللون، باللون ده مثلا، ونخلي اللون ده مثلا يبقى باللون ده، باللون ده مثلا يعني، تقعدوا بقى تلونوا يعني، فاهم بقى قصدي ايه، تعملوا بقى شكل، بقى شكل جمالي كده، فاهم قصدي ايه يعني. ودي مثلا نسكرها دي كده، والله انتوا لو شفتوا حد فعلا فعلا بيتكلم في الحاجات دي والله تلاقوه بيقعد يعمل كل شوية كده اهو اهو، ونخلي دي مثلا هنا كده، ونكبر دي كده مثلا يبقى دي، ونكبر الكلام ده كده شوية، ونخلي المبيعات دي كده شوية، بيع بشهر مارس اهو، وانت بقى تقعد تدلق يعني، كل بقى ما تزود كل ما الدنيا هتظهر اكتر، فاهمين قصدي ايه؟ انت بقى تقعد تغير يعني، مثلا ممكن تغير الديزاين دي مثلا، تعمل تشينج كولر للالوانات دي مثلا اللي هي كده مثلا، فاهمين قصدي يا شباب؟ ومثلا تختار مثلا، بص بقى، لا احنا نشيل اليوم ده، انا احنا نشيل تاريخ اليوم ده، انا شيلته على فكره. ليه بقى اشيله؟ لان احنا عايزين نحط حاجه جديده اسمها ايه؟ اسمها تايم لاين. يبقى نضطر نرجع نعمل كده، نعمل ان هايد عشان نظهر بس الحاجه دي، ونعمل انسرت، انسرت تايم لاين اللي هو تاريخ البيع بس كده، ونرجع تاني كده نخفي تاني الحاجات دي تاني، هايد، ونحط هنا مثلا تاريخ البيع اهو. ماشي، دي حضرتك عملتها ازاي؟ اهي، معلش انا اسف، صح انا عملتها بسرعه. شايفين؟ مش احنا كنا عاملين هايد للبيفت تيبل؟ تمام. هنعمله ان هايد اهو، نعلم كده وندوس كليك يمين ان هايد، تمام، هيظهر لنا البيفت تيبل اهو. هنعمل بيفت انالايز اهي، ونيجي عند انسرت تايم لاين، فبيقول لي الحاجه الوحيده اللي ليها تاريخ هي التاريخ البيع، مفيش حاجه تانية ليها تاريخ، ما هو تايم، تايم لاين ده تايم، ملوش علاقه بالبيع، ملوش علاقه بالسلايسر، هو تمام. هندوس عليها اهي، هندوس اوكي، هايد. التايم لاين ده بقى بيقول لي بالمانث ولا بالدي؟ لا اقول له بالدايز، واقول له انا عايز من يوم ديسمبر. بصوا لما اجي اختار 10 ديسمبر ايه اللي هيحصل؟ 12 ديسمبر احنا لازم نعمل لها
الكونكشن لازم نربطهم ببعض. نعمل بص جروب او نعملها جروب. لا مش جروب، خدت بالكم لما اجي اختار هنا 13 و14 دي بس اللي بتتحرك، مبيعات لكل باقي دي بتتحرك. فانا نعمل لها كونكشن مع باقي السلايسز. صح، عايزين نعمل لها كونكشن. صح، ندوس عليها كده تايم لاين ونروح دايسين ريبورت كونكشن ونربطهم ببعض كده. انا شايف يا خليل اللي انت وعبد الواحد وبدوي ساكتين، انتوا كويسين ولا بتشربوا حاجه؟ لا لا تمام تمام زي الفل. انتوا كويسين يعني؟ احنا معاك والله. ماشي 13 اهو، بصوا 13 احنا نعم احنا مستمتعين بس يا دكتور بنتفرج. والله يا حبايبي والله انا بحبكم لله في الله والله. اهي وكده دي الدايز ودي الشهر وكل حاجه، وبتختاروا طبعا الاوقات بتاعتكم اللي انتوا بتبقوا عايزين تدوروا عليها اهي. وعملنا الفلتر ده كده يرجع تاني زي ما هو، ده اسمه تايم لاين. ممكن بقى نضيفه مثلا في اي حته كده صغيره يعني، ممكن يعني ممكن ده تايم لاين. مفيش حاجه نعدي. هو التايم لاين ما ينفعش يبقى بال فيرتيكال، ما يبقاش. والله انا بشوف الموضوع ده تصدق يعني، انا فعلا اصل التايم لاين ده انا اشتغلت عليه مثلا كام مره فاهم، في الوجود يعني، ما حضرتوش كتير يا عبد الرحمن فاهم قصدي يعني، ما اشتغلتش عليه كتير. بس انا بس حبيت ان انا اوريه لكم عشان ديسلكتبل سكرولبل. تايم ليفل لا مش بس اشوف لكم فعلا الحته دي يعني، بعد كده اشوف الحته دي فعلا بتعمل ايه علشان يبقى نخليها بالمنظر ده كده اللي هو بيبقى بالطول. بص هو في الباور بي اي الحته دي ينفع تتعمل بالطول يا عبد الواحد فاهم قصدي، يا بدوي قصدي، تمام. فينفع تتعمل بالحاجات دي. الداشبورد كده يا جماعه كويسه ولا في حاجه تانية؟ لا ممتاز، ربنا يبارك فيك. تمام كده يعني، بصوا يا جماعه اسمعوا كده تمام. الداشبورد لو حضرتك يعني تحب تضيف لنا عليها يبقى حلو يعني. بصي اسمعين، انا ببقى على طول ببقى عارف في اجر حته موضوع لما باجي اشرح الشارت والحاجات دي الناس بلاقيها بتسكت كده يعني، دي على طول عندي انا بلاقي الناس على طول ساكته فاهماني. فلما بلاقي الناس ساكته ببقى عارف ان هم ساعات مش فاهمين، بس ما شاء الله عليكم والله ما بهزر فعلا فعلا انتوا لقيتكم. لا انتوا لا هو التملي للسكوت مش مجرد اللي هو الواحد مش فاهم، لا مجرد اللي هو لا بس سامع بنجمع الفكره بس. لا انتوا صعبين انتوا، لا انتوا بتركزوا، لا انت رايح فين انت، لا 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 وريني دي ما اعرفش ايه. لا بصراحه انا مبسوط بصراحه. فانا حبيت ان انا اشرح لكم كل انواع الحاجات اللي انتوا مش كلها طبعا، بس معظم الحاجات اللي بتشتغلوا فيها، معظم الحاجات اللي تقدروا تشتغلوا فيها وتقدروا تطلعوا منها بيانات كتيره. دي كانت بيانات صغيره لو تلاحظوا، دي بيانات صغيره. في الباور بي اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنخش في عالم كبير من الداتا يعني، انا هجيب داتا كبيره جدا فاهمين قصدي ايه، داتا كبيره ان احنا نشتغل ونطلع انسايتس بالهبل. احنا عملنا داشبورد على الاكسل لان الاكسل بيفرق برضو حاجات كتير يعني، الحمد لله وفي حاجات بتفرق ايه يعني. عملنا داشبورد دلوقتي لو انا اديتك اي داتا تقدر تطلع عليها برضو شغل فاهمين قصدي ايه كده واضح كده يا شباب. الداشبورد ده انا هسيبها لكم عشان انتوا تشتغلوا عليها كده كده، انا سايبها لكم مش هحركها. تمام كده يا شباب، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. المكرو ممكن اقول حاجه قبل؟ طب خلاص نرجع تاني، قول لي اتفضل. ممكن بس لو نريح بس 10 دقايق كده يعني نفصل ولا صعب؟ بص هقول لك على حاجه، انا شغال بقالي دلوقتي يجي ساعتين وشويه، فانا عايز اخلص علشان انا لو ريحت هنام انت فاهم قصدي. ايوه انا لو ريحت هنام اخر. بس ريح. حاجه اخر حاجه على فكره يا جماعه، اخر المحاضره الجايه ان شاء الله تبقى باور كويري وباور بيفوت، بس الباور كويري هيبقى اكتر. لو حد سمع عن الباور كويري ده برضو داتا كبيره وحاجات كده حلوه هتنبسطوا منها. انا كنت عايز اشرح لكم على فكره باور كويري النهارده على فكره، بس لقيت الموضوع اللي هو على الاكسل. تمام بس لقيتكم ان انتوا بتفصلوا، بس ممكن اشرح لكم الريكورد ده وبعد كده اشرح لكم باور كويري. خلاص تمام انا هشرح دي واستنى 10 دقايق كده تشربوا حاجه ما تشربوا اقفلوا المايكات واشربوا، انا مش عارف حتى اشرب ميه. تمام تمام يلا بينا. المكرو في الاكسل هي اداه بتسمح لك تسجل سلسله من الاوامر والاجراءات وتنفذها تلقائيا في يا باشا. الكور المره اللي جايه بقى
حاضر اللي انتوا عايزينه يا جماعه. انتوا عايزين نشرح الباور كويري النهارده ولا لا؟ بس انا نصيحه انا عايز اشرح لكم اكبر قدر ممكن علشان الباور بي اي لما نيجي نخش فيه الباور بي اي كبير مش صغير. انتوا ايه رايكم يا شباب؟ ممكن مهندس نصلي شغالين معاك يا دكتور اي حاجه. اتفضل قول لي كده ايه اللي كان بيقول لي ايه؟ مين اللي كان بيصلي؟ حد كان بيتكلم في صلاه؟ كان بيقول لحضرتك عايز يعني يصلي وقت الصلاه بعد كده يرجع. حاضر انا هنشرح دي وبعد كده 10 دقايق وبعد كده نرجع تاني في البار كويري بس كده. وفاضل كده بس على الظهر يعني. فاضل قد ايه؟ فاضل حوالي ساعه الظهر. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله دي ان شاء الله تبقى دي. في وقت. بصوا يا شباب الماكرو من الاخر عشان بس تفهموها. الماكرو من الاخر دي بتسجل الحركات اللي انت بتعملها على الاكسل وبعد كده تنفذها بنقره واحده، حركه واحده بس. انا وريتك ازاي تشغل الماكرو لان انتوا ما عندكوش تابت الديفلوبر دي مش هتلاقوها عندكم. يعني انتوا لو بصيتوا على الاكسل اللي عندكم دلوقتي مش هتلاقوا التاب دي موجوده. بتخش تتعب من اوبشن. نعم ايوه من عارف. ما انا هتطلب. انا حاطط لكم اهي دلوقتي. فدي دي فتح الماكرو وتظبطها ازاي، ودي تسجيل الماكرو. انا حدد لكم الخطوات بس طبعا احنا هنعملها من هنا، هنبتديها من هنا. عشان تفعلوا الماكرو هتدوسوا كليك يمين في اي حته هنا كده، كليك يمين في حاجه اسمها كاستمايز ريبون اهي. انتوا معايا؟ الو تمام. وبعد كده تختاروا حاجه اسمها اللي هي هتلاقيها في هنا اسمها ديفلوبر. دي هتلاقوها عندكم كانت مقفوله اهي زي هنا كده، تدوسوا عليها تعملوا عليها علامه صح. زي برضو في درو برضو مقفوله برضو، فاهمين قصدي ايه؟ هي درو معلش. درو دي برضو بتاعت رسم وحاجات كده. درو ورسم برضو حاجات برضو مش بتاعتنا. انتوا معايا كده يا شباب؟ دوس اوكي. ظهرت لنا الديفلوبر اهي. تمام. بصوا بقى يا شباب احنا هنعمل ايه؟ سامعيني؟ اول حاجه في الديفلوبر بيظهر لك الشكل بتاع الكود ده اللي احنا عايزينه، الحته بتاعه الكود دي. بمجرد ما تدوس على كلمه ريكورد بيظهر لك انت عايز تسمها ايه. اقول لك وليكن تيست. تمام كده. بيقول لك انت عايز تسجلها هل على الورك بوك ولا نيو ورك بوك ولا بيرسونال. لان هو عايزه بيرسونال، ودي يا جماعه حاجه مهمه جدا تختارها بحاجه اسمها بيرسونال. بيرسونال يعني ايه؟ يعني تخليها عندك مهما تفتح اي ورك بوك هتتسجل. لكن لو انت خليتها على الورك بوك ده اول ما تقفلها مش هتفتح غير على الورك بوك ده بس. فاهمين قصدي؟ تمام. انا لازم تسجلوها على البيرسونال. فانا بقى انا هسجلها على ايه؟ على ذيس ورك بوك. ليه؟ عشان لما ابعت لكم انتوا الورك بوك تشتغلوا عليها. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. لكن انا الطبيعي بتاعي بسجله على بيرسونال. تمام كده. وصلت المعلومه دي يا شباب؟ الو تاني يا دكتور. انا معلش ايه فايدتها؟ البيرسونال ورك بوك دي. بص يا شباب البيرسونال ورك بوك دي بتتسجل عندك في الحساب عندك انت. اي اكسل تقدر تفتحه على جهازك هتقدر تشتغل عليها بالمعادلات اللي انت هتعملها. لكن لو انت سجلتها على ذيس ورك بوك بمجرد ما هتقفله، ما تقفل الاكسل شيت ده كده كله وتفتح اي اكسل شيت تاني مش هيفتحها معاك. يعني الحاجات اللي انت سجلتها مش هتفتح معاك. سؤال بعد اذنك يا باشمهندس. اتفضل. هو انا لما بسجلها بتتسجل على الجهاز على الديفايس ولا على الاكونت عشان لو فتحت؟ لا لا على الديفايس. لا على الديفايس، على الجهاز مش على الاكونت. لا على الديفايس. تمام كده. خلاص كده يا شباب. تمام تمام. انا هدوس اوكي. انا سجلتها على زيس ورك بوك عشان بس ابعتها لكم. خلاص. الو تمام. ما حضرتك ماشي يا باشا. دي اسمها تيست. خلاص اسمها تيست. تمام. لما تيجي تكتبها وتدوس سبيس الماكرو ما بتقبلش سبيس، فلازم عشان تكتب مثلا تيست مثلا تكتبها مثلا اندرسكور او اي حاجه، يعني رساله مثلا تيست رساله عشان تبقى الدنيا واضحه. تمام كده يا شباب. هدوس اوكي. ها تمام. نتوكل على الله. ندوس اوكي. ما حصلش حاجه لسه. علشان بصوا في هنا علامه دي كده، دي كده بتسجل. فانا هعملها بسرعه وهوريكم تعملوا ايه. احنا الشكل ده احنا شفناه قبل كده. هندوس عليها نعمله بيفت تيبل.
هندوس كده، انا هتكلم بسرعه معلش، انسرت بيفت تيبل وهنقول له نخليها في الاكزيست ورك شيت اهي، ونقول دوس اوكي، وهنخلي بالمسمى الوظيفي، ونخلي المسمى الوظيفي نعمله بالراتب الموظف عشان يبقى بالتوتال، ونخلي دي بالكوما سيبريتور او بالفصلة الكوما، ونجيب اكبر حاجه نعملها سورت من اكبر لاصغر. انا بقول لكم انا هتكلم بسرعه معلش. وهنا انسرت، هنا انسرت بيفت تيبل برده هنا في نفس المكان هنا برده اوكي، وهنعملها باسم بالمسمى الوظيفي برده، بس المره دي هيكون باسم الموظف عشان نجيب عدد الموظفين الموجودين، واسم الموظف جابت الكاونت عشان ايه الكاونت الصمه بتجمعش، الكاونت بتعد اهي، ونعملها بالمنظر ده كده، ونعملها من اعلى لاكبر تمام. وبعد كده هنروح دايسين على دي كده ونعمل لها انسرت بيفوت شارت، ونخليها بالمرتب ده كده ونخليها الرواتب لكل قسم، وهنشيل دي وهنشيل دي وهنعمل هايد لدي وهنعمل هايد لدي. انتوا طبعا انتوا شايفين ان انا بتكلم بسرعه، بس انا عشان اوريكم هنعمل ايه، ونعمل اد ليبل خليها في الاوتسايد اند دي تمام، ونيجي نعمل دي برضو انسرت ونخليها بالبيفوت شارت ونخليها بالباي تمام، ونخليها بالمنظر ده كده ونطلع دي كده لفوق شويه اهي، ونعمل لها ديزاين نخليها باللون الاسود عشان انا بحب اللون ده، ونخلي دي كده نشيلها ونعمل دي هايد لدي، ونعمل لدي كده اد داتا ليبل ونخليها بيست فيت، نخليها بيست فيت نخليها بالمنظر ده كده، ونخلي دي كده تبقى كده، ونخليها لونها اسود ونخليها بولد، ونخلي نكتب دي عدد عدد الموظفين لكل قسم، ونعمل هنا دي كده، ونيجي هنا كده نخليها ليبل اوبشن، ونخليها بر كاتيجوري، ونخليها دي كده نيو لاين، ونعملها دي كده نخليها دي، ونخليها في الليبل اوبشن نخليها انسايد اند او اوتسايد، ونخليها بالمنظر نعملها في اللي هو سوليد، ونخليها باللون الابيض، ونوسعها دي كده عشان تبقى بعيدة عن الاسم عن ال، انتوا سامعيني صح؟ تمام يا فندم. بعد كده هنروح دايسين على كلمة فولس دي اللي هي نقفلها بقى، نقفل الريكورد كده، احنا قفلنا ريكورد على فكرة. هنيجي هنا في كده كلمة اسمها ماكروز، ماكروز تمام سامعيني؟ اه. هندوس عليها هنا هنلاقي في، انا عامل حاجات كتير قوي، بس انا هنغير على كلمة تيست رسالة. محمد نعم اتفضل قول. هي الفولس دي فين معلش؟ الايه؟ الفولس انا هحط هنا الريكورد. الصوت بيقطع والله يا ابو واحد. الفولس انا هحط قفلت من الريكورد اهي 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 الحته دي الحته دي اهي الماوس اهو الماوس بيتحرك اهي تحت اهي تحت تحت على الشمال انا هعمل لكم شير للادفانسد كلها بورشن انتوا كده شايفين كويس الو تمام هنا اهي هنا اهي كده شايفين كده وضحت كده كده الماوس كده جايب الدنيا اهي الماوس اهو هنا اهي تمام يا دكتور ماشي تمام كده احنا سلمنا اهو ونيجي نعمل عند ديفلوبر وندوس على كلمه ماكروز الماكروز دي بقى هتلاقي فيه كلمه اسمها تيست لو تلاحظوا انا كل ده مسجله على البيرسونال ما عدا التيست دي خدتوا بالكم الو تمام تمام هندوس كلمة step into step into دي ده شكل ده شكل الخطوات اللي انتوا سجلتوها كلها خلاص هنروح دايسين كلمة save save تمام save
وبعد كده نروح قافلين دي ثواني بس دي كده اهي نروح قافلينها ونمسح كل دولت كل دولت كده نمسحهم انتوا كده معايا؟ ها هنروح جايين عند كلمة ديفلوبر ونروح جايين على ماكروز ونروح جايين على كلمة تيست رسالة وندوس عليها دي وندوس عليها رن اكتف ورك بوك لحظة للأسف مش شغالة هنا طبعا لو انا شغلتها مش هتشتغل معلش اخر حاجة خالص معلش انا اسف اهي مش هتشتغل مش هتشتغل طب استنى بس نمسحها ليه مش هتشتغل يا بصوا اقول لكم عشان انا سجلتها هو بيقول لي انا لما دوست سيف هي غلطتي انا لما دوست سيف قال لي انت كده هتسيفها على الورك بوك والورك بوك ده كمان انا مش مسيفه يعني الورك بوك ده كمان انا يعني انا شغال كده من غير تسييف تمام هي دي المعفرطاني بصوا من الاخر انا لما اجي اسجلها معلش انا هكتبها كده بسرعه جدا بس اسجلها النهارده على البيرسونال وبعد كده ابقى اشيلها بقى بعدين تمام تكست رساله اهو انسرت بيفت تيبل اهو اهو بعد كده راتب الموظف بعد كده هتبقى انسرت دي وبعد كده هتكون دي وبعد كده انسرت بيفت تيبل بعد كده اكزيست هنحطها هنا كده وهيبقى المسمى الوظيفي مع راتب مع اسم الموظف وهيكون دي هتبقى اعلى حاجه خالص اهي وبعد كده هنعمل لهم دي انسرت بيفوت انتوا خلاص خرجتوا نعمل بس كده insert portion of screen لحظة كده انتوا شايفين كده كل حاجة صح كده بصوا يا شباب سامعيني كده كويس تمام بصوا كده كده الدنيا بقت فيها ريفرش كده شوية بصوا يا شباب دلوقتي علشان اريكورد الماكرو كويس لازم تبقى كل حاجة مظبوطة طبعا ما عدا الداتا تبقى متغيرة مفيش مشكلة يعني بدل مثلا ما يبقى اسمه سعيد محمد سامي مثلا يبقى اسمه محمد تحسين مش فارقة بس تبقى كل حاجة مظبوطة فطبعا طبعا علشان نظبط الدنيا صح لازم تبقى حتى كمان الشيت نفسه يبقى اسمه مظبوط ركز يا جماعة الناس بتتكلم في التليفون بصوا يا شباب علشان نظبط الدنيا صح لازم تكون الدنيا كلها تبقى مظبوطه فهنظبطها ازاي هناخد الشيت ده كده بره اهو كده كنترول ونفتح كده اكسل شيت جديد ونحطها هنا كده انتوا شايفين صح كده الو تمام اتفضل تمام هنا لو تلاحظوا هنا الاكسل شيت مكتوب فيه شيت واحد تمام الاكسل شيت ثواني نسجل نسيف ده كده اهو ونقفل دي كده نخلينا في الحته الجزء ده كده الشيت ده اسمه شيت واحد واخدين بالكم الحته دي اسمه شيت واحد فلما تيجي تشتغل يبقى لازم الشيت واحد مفهوش جنبيه شيت تاني يعني مش مفتوح جنبيه شيت اتنين ولا اي حاجه هو شيت واحد هنعمل ايه هنعمل ريكورد وهنعمله تيست ونخليه على البيرسونال دي وخلاص وبعد كده امسحها بعد اهي تيست اهي وندوس ايه اوكي انسرت بيفت تيبل ونخلي البيفت تيبل انا هكتبها بسرعه بس كده عشان ايه نشتغل على طول مسمى وبعد كده راتب الموظف وبعد كده نخلي الموظف ده كده اعلى حاجه وبعد كده نخلي الدي دي وبعد كده نعمل انسرت بيفت تيبل ونخلي هنا في الحته دي كده ونخلي اسم المسمى الوظيفي مع اسم الموظف ونخلي اعلى حد هو ده ونعمل انسرت بيفت تشارت ونعملها دي كده ونعمل انسرت بيفت تشارت
ونعملها دي هنا. نعملها دي هنا وتبقى بالمنظر ده كده بالظبط، هو ده اللي انا عايزه. وبعد كده هنروح عاملين ايه؟ هنروح عامل دي الدوسه دي، شايفين الحته دي كده ايدي اهي فين؟ الو ايوه تمام. هنروح دايسين كده عشان نعمل ستوب للماكرو، وهنيجي هنا كده في الماكرو. طب ليه عملنا ستوب يا اسطى؟ ما خلاص، ما احنا خلصنا ريكورد. انت معايا ولا ايه؟ مش واصلة أوي. ما أنا خلصت ريكورد، ما أنا كنت بسجل خطوات. أوكي. تمام. أنت فهمت قصدي ولا لأ؟ أنا كنت بسجل كل ده خطوات. وبعد كده هاجي في كلمة ديفلوبر، هاجي عند كلمة ماكروز، وهاجي عند كلمة تيست دي، وأدوس عند كلمة ستيب إنتو، وأروح أعمل سيف بس، أدوس أعمل سيف كده كتير، أدوس هنا كلمة سيف كده كتير، وأدوس وأقفل الكوز دي أقفلة دي كده. وأدوس أوكي. بس. وبعد كده اعمل ايه؟ اروح اقفل ده كله كده. الدنيا وضحت؟ الو الو ايوه تمام يا باشمهندس. بصوا بقى، انا كده كنت قفلت كده كل الاكسل خالص، تمام. احنا لما جينا نعمل ريكورد عملناه على شيت واحد، فادوس كده كوبي وافتح كده اكسل شيت جديد خالص واعمله هنا كده. انتوا شايفيني صح؟ ايوه تمام. واقفل ده كده خالص، فكده مش هيبقى فاضل غير الشيت ده صح. واروح جاي هنا ديفلوبر ماكرو، واروح جاي هنا تيست، ادوس عليها دبل كليك. ايه رايكم؟ بص هي جميله بس انا مش فاهم تستخدم في ايه، معلش عشان اول مره اشتغل عليها. هي بص، هي دي بتستخدمها لو انت بتعمل نفس الحاجات متكرره، فبدل ما تعيد نفس الخطوات كلها مره واحده بتروح دايس على الريكورد يروح مطبق لك كل الخطوات اللي انت عملتها مع نفسه. هو الراجل رد نفس المدينه على الشيت. هو الراجل رد عليك اهو. تمام. انتوا فاهمين قصدي؟ انتوا خد باله من اللي انا عملته ده ولا لا يا شباب؟ دي عامله زي الباك اب كده، لما بتاخد باك اب من جهاز ترميه في جهاز تاني مثلا. لا بس دي خطوات، دي خطوة. حد خد باله من اللي انا عملته مثلا؟ يعني بصوا يا شباب، بصوا انا كل اللي انا عملته ايه، انا همسح ده كده خالص اهو، انا هاخد بس الداتا بس عشان كنت مسجلها بس في الحاجات دي. انا هاخد الداتا كده كوبي وافتحها في اكسل شيت جديد اهو واعمل كده. ده انا اقول لك بقى على حاجه افظع كمان، ده في الديفلوبر اهي كمان ممكن احط دي تيست اهي تيست، اروح اعمل له هنا اوبشن واعمل له مثلا كنترول اف ار مثلا اتش ار كنترول شيفت ار ودوس اوكي. ده كده عملت له زي شورت كات في الـ في الـ في لوحه المفاتيح. بمجرد ما ادوس كنترول شيفت ار بص ايه اللي هيحصل. حد خد باله؟ تمام ما اتطبقش. بس يا دكتور معلش، هي ايه شروطها عشان تتنفذ مظبوطه زي ما حضرتك عملتها كده؟ زي ما حضرتك كده قلت الشيت لازم اللي شروطها ان كل هقول شروطها ان كل حاجه تكون اولا تعملها لوحدها، يعني ما تبقاش في وسط شيتات. فاهمني؟ الو يعني قصدي حضرتك الداتا بتاعت البيانات تبقى هي لوحدها كده، يبقى تبقى لوحدها، ما تبقاش ايه، ما يبقاش الداتا كبيره، تبقى لوحدها. دي اول حاجه. تاني حاجه عيش زي ما تعيش، بس اول اللي انت يعني اللي انت عملتها تبقى فاكر انت عملت ايه، يعني ما تفتحش يعني التيبل تبقى نفس عدد الروز، قصدي الكولوم وال عدد الكولوم والروز برضه نفس. بص عدد الكولوم مش واضح محمد. اتفضل قول كده. الصوت مش واضح. بص يا شباب اسمعوني كويس، لازم تبقى عدد الاماكن اللي انت هتعمل، يعني مثلا وليكن انت سحبت داتا، الداتا دي لو تلاحظ كانت لحد 20، خدت بالك؟ طب افرض دلوقتي الداتا اللي انت هتسحبها لحد 40 او لحد 45، هتعملها ازاي؟ ساعتها بقى لما تيجي تعمل البيفت تيبل، بص ثواني همسح لك دي كده خالص. ونيجي لو سمعني انا مش سامعك هقدر خالص. انا سامعك، انا سامعك. انتوا كده سامعني؟ تمام ماشي. بصوا يا شباب، ساعتها لما تيجي تعمل البيفت تيبل، بص بقى، مش انت بتعمل بيفت تيبل اللي هو
بتيجي تعمل هنا وتدوس كلمه انسرت وتعمل بيفت تيبل. سامعني؟ تمام. البيفت تيبل لو تلاحظوا عمل لحد 20. تمام، حدد الجدول بس. فانت عايز لحد يعني كل ما تزود كولوم، كل ما تزود قصدي رو يجيب معاك، تروح بقى واقف كده على العمود كله، تحدد العمدان كلها. يبقى في الاساس، يبقى في الاساس وانا بسجل. ايوه، تحدد العمدان كلها بحيث ان انت لما تيجي تضيف داتا تانية هو يقرا الداتا لوحده. تمام، كويس جدا. تمام كده يا شباب. حتى كمان لما باجي اعمل معادلات مثلا، وليكن مثلا اقول له مثلا ايه ده مثلا في 14% او 114%، فمش بسحب المعادله لحد هنا، لا انا بسحبها لحد تحت خالص. فاهمين؟ طب مش هيكون احسن نحطها في دايناميك تيبل تعمل دايناميك مع نفسها لو زودت حاجه بتاع دايناميك تيبل دي؟ فين الناس اللي معانا او الناس اللي موجود او الناس اللي بتستخدم الاكسلات يا خليل؟ بتبقى 2013 و2016، الدايناميك ظهر من 2021. مظبوط، بس انا مش بعمله على 2019. من 2019 مثلا، قول 2019 صح، 2019 وانت فوق الاري دايناميك اري. ما مش كل الناس عندها دايناميك اري. وبعدين انت هتعملها ازاي دايناميك اري؟ بعلم على بعلم عليها كلها، بروح دايس كنترول تي. كنترول تي اللي هي قصدك تيبل، تعملها تيبل. فتش بتعمل، بس التيبل دي بتبقى رخمه قوي الصراحه، انا ما بحبش التيبل ده، بيبقى اي حركه بتعملها فيه بتبقى تقيله. مشكلته ان هو بيبقى محدد نفسه بس، اي خاليه خارجه ما بعرفوش. ما لا، بيزيد مع الوقت. بس انا بقولها لك نصيحه خليل، التيبل ده مشكلته مع الداتا الكبيره، بمجرد ما بتكتب المعادله بتسمع فيها كلها. طب انا عايز يا جماعه بقى اكتب مثلا معادله مثلا واعملها مثلا اللي هو 1 2 3. بص، هو نصيحه، بص يا شباب، بص انا عندي، بصوا انا ماشي عموما بكل دي، كل دي حاجات، كل دي حاجات بتاعتي انا. انتوا معايا يا شباب؟ وسيلز ترند وسيرفيس وحاجات كتيره جدا بتعمل وقتها. فانا بقولها لكم نصيحه مني ليكم، الماكرو دي لما تتعلموها هتسهل عليكم شغل كتير قوي. ماشي يا شباب؟ تمام. انتوا كويسين؟ تمام. نخش في حاجه ثانيه بس ليه؟ بس هنا سؤال يا دكتور، يعني انا دلوقتي لو انا حدثت البيانات دي او زودت عليها او جيت عملت الماكرو، لازم يكون على نفس البيانات بالظبط، ولا لو حدثت هي الحدث تلقائي برده معايا؟ لا، بيانات اللي هي ايه؟ بيانات يعني مثلا بدل اداري دي تكتبها مثلا محاسب بالظبط. ايوه طبعا، ما هتتغير معاك، يبقى كده ايه لازمتها؟ يبقى كده ايه لازمتها؟ لو انا عندي مثلا 20 رو او 100 رو. ايوه، ما انا قلت اهو، ما انا قلت تعمل الحاجه على ال 100 رو، تسحب لتحت شويه. يعني طيب، انا قلت بدل ما المعادله تبقى لحد ال 20، لا تسحبها لحد شويه، لحد 100 200 كده، فاهم؟ هي يا دكتور لو هو يعني نفس المطلوب اللي بجيبه كل يوم، بس يعني القيم بتتغير، فهيبقى عادي. تمام. ايوه، القيم بتتغير عادي يا جماعه، في ايه؟ طب اقول لكم اهو، ثواني ركزوا كده في اللي انا هقوله لكم. احنا لحد الان احنا ما عملناش الماكرو اهو. نفترض مثلا دي كانت 2700 نخليها 1900، نفترض مثلا ان دي كانت 3000 نخليها 10000، نفترض مثلا ان دي كانت 2600 نخليها 7000. ده كان اسمه محاسب، هنخليه محمد تحسين. ده كان اسمه اداري، هنخليه مثلا وليكن مينا مثلا وجدي. ونعمل يا ستي البيفت اهو، انسرت اهو، ونعمل دي كده تيست محمد تحسين ومينا وجدي. حد خد باله ولا لا؟ تمام يا دكتور، الله ينور. اهي محمد تحسين اهي، ومين امجد؟ تمام. لو نفس المكرو ده على داتا ثانيه يا استاذ محمد. لو نفس المكرو على داتا ثانيه، ينفع استخدم على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على داتا ثانيه؟ على داتا ثانيه. يعني ايه داتا ثانيه؟ فاهم يعني؟ فاهمني كده يا ابو احمد. ايوه، فاهمني اكتر يا ابو احمد. يعني شيء تاني خالص، يعني
هو انت لعب واحد وانت بتتكلم بحس بتقطعه كده تقطيع وانت بتتكلم عشان يعرف الفرق لما بيحضر معايا ولا لما بيحضر لوحده. اه مش عارف يا بدوي ده الموضوع صعب. ممكن يكتب في الشات يبقى اوضح. طب اكتب ايه؟ اكتب واحد في الشات اصل انا مش سامعك. كل ما تيجي تتكلم بلاقي تقطيع كده. هو قصده يا دكتور اللي هو ينفذ نفس الماكرو ده على جدول تاني ببيانات تانية باسماء اعمده مختلفه خالص. يا جماعه ما هو يا جماعه هو في ايه؟ لا اله الا الله. الموضوع ماله صعب ليه كده؟ اهو انا اجيبها لكم تانية اهي اهو. نخلي الاعمده ايه مثلا؟ تحبوا تخلوها ايه مثلا؟ هنا مثلا ايه؟ محمد تحسين مثلا اهو محمد. وهنا مثلا ايه؟ احمد او احمد مثلا بالعربي. وهنا مثلا اي كلام. وهنا مثلا يا عم اي حاجه في اي حاجه اهو. وهنا مثلا نخلي مثلا اداري ده اسمه ايه مثلا؟ نخليه مثلا عبد الواحد مثلا. عبد الواحد. طب انتوا عايزين تغيروا في داتا ايه تاني؟ هو كده كويس؟ اكمل على كده ولا ايه؟ الو ممتاز كده. يعني هو الشباب مش بيريكورد الداتا، هو بيريكورد الخطوات. بيريكورد الخطوات يا جماعه. بتنفذ على اي داتا اهو يا شباب اهو. اهو يا عم اهو اهو. ونعمل كده اهو اهو. انا بصوا انا ببهدل الدنيا، انا ببهدل الداتا. وهندوس اهو. احنا قلنا ايه؟ كنترول شيفت ار. كنترول شيفت ار. لا انا دوست غلط، يبقى انا دوست كده غلط، معلش انا اسف. نمسح كده خالص اهو. يا ثواني معلش عشان انا دوست اهو. بصوا بقى اللعبكه دي اللي ببهدلني. ثانيه لحظه اهي اهو اهو. ده مثلا كان اسمه ايه مثلا؟ احمد. وهنا مثلا ده محمد. وهنا مثلا ده مينا. وهنا مثلا ده مثلا عبد الواحد. وهنا مثلا تحبوا ايه تاني؟ يعني مثلا نحب نعمل مثلا دي كده، ونحب نكتب مثلا في الموبايل ده يبقى كده اهو. ونيجي نعمل ديفلوبر، ونيجي نعمل هنا تيست. الله. اه ده عشان المسمى الوظيفي ده مسمي الاسامي صح، هي متسميه بالاسامي بتاعتها. ما عشان كده يا دكتور بقول لك اسماء الاعمده لو اتغيرت هينفذ ولا لا؟ هو ده اللي كان قصدك؟ لا 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 مش كده خالص. هي عشان مش اسماء، مش اسماء الاعمده، عشان اسماء الاعمده في البيفت تيبل مش في المسمى الوظيفي. الاعمده كده كده بتشتغل. بصوا يا شباب اسمعوني كويس، في الحاجات دي عشان البيفت تيبل هو اللي قاريها. لكن انتوا لو عايزين بقى تعملوها تعملوها ازاي بقى؟ بصوا شايفين الحاجات بتاعه المسمى الوظيفي دي؟ انتوا ممكن لما تيجوا تعملوا البيفت تيبل تعملوه من يعني كده بالحته دي كده، يعني الحته دي كده تخلوها زي موحده وتعدلوا من تحت. حد فاهم ولا لا؟ اه يعني مش هيبقى الخط الرئيسي هو اسماء الاعمده بالظبط، يعني هي دي بس الفكره. بس هي الفكره كلها ان هي ما قرتش عشان ان البيفت تيبل متعود ان هو ياخد الاسامي بالشكل ده. يعني لو انتوا بصوا هقول لكم على حاجه، يعني ثانيه لو احنا يعني فتحنا هي ممكن تشتغل على تمبلت، يعني على تمبلت بالظبط. بصوا لو احنا خدنا الشكل ده كده وعدلنا اللي جوه دي عادي، لكن الاسامي يعني مثلا هنا اي حاجه، هنا اي حاجه، هنا اي حاجه، هنا اي حاجه تتغير عادي. فاهمين قصدي ايه؟ لما تيجي تعملوها مثلا كهنا وتيجي تعملوها كتست هتشتغل معاكم عادي. حتى خد باله الاسم اهو، الاسم اهو اتغيروا، المسمى الوظيفي المفروض ان هو كانوا ايه متغيرين اهو. يعني انا بزود داتا زي ما انا عاوز بس بحافظ على نفس تنسيق الجدول. ما هو تنسيق الجدول مش فاهمني. هو الاسامي اللي فوق دي يا شباب، الاسامي اللي فوق دي عشان البيفت تيبل قريها كده. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ البيفت تيبل هي المشكله كلها في البيفت تيبل مش في الخطوات. طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه ثواني. مش احنا عملنا اللقطه دي كده؟ احنا عملنا اللقطه دي. ممكن تعمل ريكورد ماكرو تاني يعني انا ممكن اعيد من الاول خالص الماكرو ده وتعملها بقى على اسامي هنا. لو انت هتعملها كمعادلات المعادلات هتبقى عاديه خالص. يعني نفترض، بص اقول لك على حاجه، بص انا هاخد ده كده كوبي واخد ده هنا كده واعمل له هنا ريكورد ماكرو بدون بايفت تيبل. يا حضرتك لا 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 استنى، هعمل له كده ريكورد ماكرو هيبقى تيست 2
تيست 2. تمام كده يا شباب؟ واقول له ايه؟ في معادلات يا جماعه اسمها يونيك، لو تعرفوا اسمها يونيك، لو حد يعرف المعادله دي اسمها يونيك، وندوس هنا كده. يونيك دي بتجيب لك الداتا بدون تكرارات. خد باله؟ يعني محاسب كانت فيه اكتر من محاسب هنا، هي جاب لي محاسب واحد. حد خد باله ولا لا؟ تمام. دي احسن من ال اسمها يونيك. استنوا بس، اسمها يونيك، وهنعمل سم اف وهنقول له ده بده وهنقول له ده، ونقفل كده ونشد المعادله لتحت خالص شويه كده، يعني لحد تحت كده شويه او شويه كمان كده، خلاص. طب انا نفترض ان انا مثلا مش عايز صم اف دي يبقى الشكل ده كده اسمها ايه، اصفار. تروح عامل هنا كده اف، تقوله لو دي بتساوي دبل كوتيشن. يعني ايه دبل كوتيشن يا شباب؟ فاضيه يعني. فاضيه بالظبط، بالظبط فاضيه. اذا خليها فاضيه. طب لا. لو لا خليها لي صم اف، ونقفل الكوس وندوس انتر. بمجرد لما اجي اسحب الداتا كده بصوا هتبقى فاضيه هنا، مع ان دي في معادلات. حد خد باله؟ تمام كده. احنا عملنا كده، احنا عملنا سم اف، ودي كده توتال سالري. ممكن نروح عاملين هنا كمان يونيك اهي، برضو هي بس المره دي هتبقى كاونت اف بيساوي اف بيساوي ده دبل كوتيشن، يبقى ده دبل كوتيشن. طب لو لا يبقى كاونت اف، ونعمل دي كده ونخلي دي هنا، ونخلي نقفل دي ونقفل الكوس ده كده، ونعمل دي ونسحب لتحت خالص كده، هيبقى عدد الموظفين كده. ونروح عاملين دي كده، دي كده في كده، وكده كده في كده. خلاص كده يا شباب، انا هوقف الماكرو وهاجي هنا ديفلوبر، وهاجي عند كلمه تيست 2، واروح مسيف اللي انا عملته سيف. انا بس بدوس سيف، ما بعملش حاجه تاني. ركزوا بقى في اللي انا هعمله بقى في اللي جاي. هنمسح ده كده خالص، وهناخد الداتا دي تاني كده ونحطها برده في نيو ورك شيت اهو. تمام. المره دي بقى انا هغير في المسمى الوظيفي، فاهمين قصدي ايه؟ المره دي انا هخليه مثلا ده عبد الواحد. انت سامعيني ولا لا؟ تمام يا دكتور. عبد الواحد، وهنا مثلا اخليه مثلا محمد تحسين، وهنا مثلا اخليه مثلا بدوي، وهنا مثلا اخليه مثلا هنا اسمه ايه مثلا، ايا كان. هنا مثلا رقم موبايل اخليه مثلا ايه، اي حاجه. تمام. ولما اجي بقى اعمل هنا ديفلوبر تيست 2 مش هتبوظ. ليه؟ شفتوا ليه بقى ما باظتش؟ اهو بص، عبد الواحد وعدد الموظفين وعبد الواحد ومعرفش ايه. ليه بقى ما باظتش؟ لان هي كانت اللي بوظتها ان البيفت تيبل بيقرا اسم المسمى الوظيفي. هو كده في المعادله بتاع اسمه المسمى الوظيفي، فهنا كده المعادلات كده ما باظتش. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا زلمه. انتوا كويسين كده؟ نكمل؟ مستويين. كفايه كده. تمام. لا كده تمام، كده تمام. لا انا حرام عليا، انا ما يرضينيش ان انتوا تكونوا تعبانين. انا كده تمام. لا والله، لا فعلا. طب هي عشان نعملها في البيفت تيبل هنسيب اول سطر فاضي صح؟ اول بيفت تيبل عشان تعمليها بيفت تيبل عشان الاسامي ما تتغيرش. اعملي كده انسرت رو كده، واعملي مثلا هنا مثلا رو واحد، او مثلا كده رو واحد، رو اتنين، رو تلاتة، فاهمة؟ وتحطي الداتا كلها تحتيها. مهما تغيري في الداتا اللي تحتيها دي ما بتتغيرش، الحتة اللي فوق دي ما بتتغيرش، فاهماني؟ تمام. طب هو كده الاسم بتاع الكولوم مش هيدخل مع الداتا الأساسية؟ ما هو اسم الكولوم هيبقى رو واحد ورو اتنين ورو تلاتة. تمام ماشي. ايه تاني يا شباب؟ ايه تاني عايزين تسألوا فيه؟ كان في معادله حضرتك قلت عليها هنشرحها في الاخر. في ستاك. خضر انت معايا؟ خضر ولا وقعت؟ لا تمام. انت كويس؟ انا خضر. طب تمام. لا تمام. انت معايا خليل صح ولا انت كويس يا خليل؟ خليل. اه
اوعى وقع خليه ماشي. بص يا شباب خليل انت معايا؟ طب ماشي ماشي كويس كويس انت سامعني تمام اوكي. في معادله يا جماعه اسمها في ستاك. في ستاك يعني طب ماشي بس انا في المترو معاك والله. تمام ماشي. بص يا شباب دي ستاك انا همسح دي كده وليكن انا بس بفكر بس اجيب الداتا ازاي. تعالوا نعملها على واحده وخلاص. بص يا شباب بص في البيفت تيبل يا خضر انت معايا؟ خضر افتح بقى كده المايك كده عشان اكلمك بس بعد اذنك. لا هي مش تبقى في دي، احنا عايزين نعملها في جوجل شيت اساسا. تمام بص يا شباب في جوجل شيت خضر بيقول لي ان هو عنده شيت واحد وشيت اتنين وشيت تلاتة وشيت اربعة وشيت خمسة. تمام صح كده خضر؟ الو تمام فرانس؟ حاضر ايوه معاك يا باشمهندس. لا 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 ان شاء الله ماشي. بص معاك شيت واحد، شيت واحد هيكون من واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، شيت اتنين هيبقى ستة سبعة تمانية تسعة، شيت تلاتة يبقى عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر، آخر حاجة خالص أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر. انتوا معايا؟ انتوا لسه معايا صح؟ تمام. هنيجي هنا بقى في الشيت، هنيجي هنا بقى في الشيت رقم خمسة، هندوس على كلمة في ستاك. في ستاك بيقول لك الرينج، الرينج الواحد ايه؟ هقول له من هنا اهو، هقول له رينج واحد اهو هيبقى من هنا لهنا. اقول له مثلا من A1 شيت واحد من A1 لحد A 14 مع ان لسه احنا في A 5. انت معايا يا خضر؟ تمام وادوس كوم. معاك يا باشمهندس. بيقول لي الرينج التاني، اقول له الرينج التاني من A1 ل 14. طب الرينج التالت هيبقى ناخد دي كده كوبي وهنحطها هنا كده، هيبقى شيت 3 بس مش هيبقى شيت 2. خدت بالك ولا لا؟ احنا بس بنغير في الشيت بس مش اكتر. كوما ونحط ده، هيبقى بدل شيت 3 هيبقى شيت 4. صح ولا غلط ولا ايه؟ لا مظبوط. تمام ونقفل الكوس كده وندوس انتر. بص ايه اللي حصل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انت عشان طبعا عاملهم لحد ايه 14. طب لو انت خليتهم ايه 5، ايه 5، ايه 5، ايه 5، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. ايه رايك يا عم خضر؟ لا تمام تمام يا باشمهندس. كده تمام كده؟ لا تمام يا باشمهندس. في ستاك دي يا جماعه هتشوفوها كتير قوي. في ستاك دي بتجمع، بصوا الشيتات اهي، ده شيت واحد وده شيت اتنين وشيت تلاته، جمعت لهم كله تحت بعض في شيت واحد. تمام كده يا شباب؟ هي دي على جوجل جوجل شيت بس ولا على الاكسل؟ لا في كمان على دي اهي، في اهي في ستاك اهي. في ستاك اوعى مش موجوده دي، تصدق دي تلاقيها في 365؟ يا نهار ابيض، ده انا اصلا عشان انا في الشغل عندي 365 فبستخدمها فاهمين، لكن هنا عشان انا 21 في ستاك مش موجوده هنا، موجوده على جوجل شيت، موجوده على 365 وعلى بقى 365 وعلى جوجل شيت. ماشي يا شباب؟ تمام. اسمها في ستاك. ماشي؟ في ستاك. تمام يا شباب. انا بتمطع، انا بتمطع. انا حصل لي تيبس والله وانا قاعد. ماشي يا شباب؟ انا مبسوط جدا والله ان انا اتكلمت. بصوا والله يعني انا فعلا فعلا مبسوط ان انا بتكلم معاكم، وفعلا فعلا انتوا فعلا ناس بالامانه بالامانه ناس جامدين جدا، وانا مبسوط جدا ان انا بتعامل معاكم فعلا فعلا. انا يا ريت والله كل الباتشات كلها زي كده. ما كنتش متخيل ان باتش الداتا اناليسيس ده هيبقى متعب ومرهق قوي كده، بس انا مبسوط. عارف انتوا والله احنا دلوقتي داخلين في الثلاث ساعات دلوقتي، بس فعلا فعلا انا مبسوط ان انا بشرح لكم، وانا مبسوط ان انتوا فعلا فعلا بتتابعوا معايا. ربنا يكرمكم يا رب والله، وان شاء الله ان شاء الله
الباور كويري اللي جاي. الباور كويري ده من اشهر حاجات الاكسل، اكيد سمعتوا عن اي محلل بيانات لازم يكون عدى على باور كويري. فباور كويري باور بيفوت دي مش قوي، لكن الباور كويري دي لازم بتعدي على بتوع محلل البيانات. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور، تسلم ليك وربنا يزيدك من فضله حبيبي. ربنا يخليكم يا شباب، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن واحد احد. نخلص الباور كويري من هنا ونتوكل على الله ونخش في الباور بي اي ونكون عملنا شغل كويس قوي فيها. تمام يا شباب؟ محتاجين بس المحاضرات جدا يعني. بص اسمعني، انا والله انا يعني هلم المحاضرات دي. انا لميت المحاضره الاولانيه والمحاضره الثانيه، بكره ان شاء الله هروح رافعهم على اليوتيوب وابعت لكم اللينكات وتعيشوا فيها. وكمان هبعت لكم دلوقتي اللينك، ثواني كده وانا بكلمكم اهو علشان ما انساش. اليوتيوب؟ لا لا مش اليوتيوب، انا هبعت لكم المحاضره سيشن 2، خدوها اهي بقى. انا بعتها لكم اهي على الواتساب بعد بقى ما احنا لعبنا فيها وعملنا التعديلات بتاعتنا وكل حاجه. بس يا شباب والله بس ان شاء الله ان شاء الله هرفعها لكم الداتا كلها بكره وهبعت لكم اللينكات وتعيشوا بقى معاها وربنا يكرمكم ان شاء الله. بس كده. فبس لو حد عايز اي حاجه تحت امره. سؤال بس بعد اذنك. اتفضلي يا رحمه. اتفضلي. لو حضرتك هتدينا تاسك ولا احنا يعني نجرب ولو وقفنا في حاجه والله انا مش لا جربوا انا الحاجه عندكم اهي، امسحوها ونزلوها من الاول وجربوا واعملوها. وقفت معاكم كلموني يعني، انا على الجروب، ابعتوا لي على الجروب وانا تحت امركم. خلاص تمام، شكرا جدا لحضرتك. تحت امركم. انا مبسوط برضه يا شباب والله ان في ناس محللين بيانات تقال هنا، وربنا يكرمكم ان شاء الله. وانا مبسوط بجد والله، فعلا مش بهزر، انا فعلا مبسوط وبعمل الموضوع ده وانا على قلبي زي العسل. ويا رب ان شاء الله اقدر اخدمكم اكتر واكتر. لان جمعيه رساله دي فعلا فرقت معايا كتير قوي. انا على فكره يا جماعه انا في جمعيه رساله دي من 2020 او يمكن قبل كده كمان. 2020 انا بدي كورسات، بس دي اول مره ادي كورس داتا اناليسز. هو الموضوع تقيل قوي شويه، بس بصراحه تقيل في تحضير الداتا. الداتا دي صعبه قوي في تحضيرها، بس فعلا والله انا فعلا مبسوط. ويا جماعه فعلا لو حد مش فاهم يقول لي هو مش فاهم، والله انا ما عنديش مشكله، انا هقعد احرق معاكم على طول. بس ربنا يا رب يبارك بحضرتك. ربنا يجازي حضرتك خير حبيبي. ربنا يخليكم، شكرا جدا لكم يا شباب، وانا تحت امركم. انا كده كان بخرجش من اي جروب. اي حاجه عايزين تسالوا فيها اكتبوا اكسل في السيرش بتاعكم، هتلاقوا كلمه اكسل، خشوا هتلاقوني على طول ببعت لكم. ابعتوا لي قولوا لي يا جماعه في حاجه، على ابعتوا لي على الجروب قولوا لي مثلا محمد في مشكله عندنا كذا كذا كذا، وانا تحت امركم. ماشي يا شباب؟ تسلم يا باشمهندس، شكرا جدا ليكم. شكرا جدا. قلت لك على لينكد ان يا باشمهندس، يا ريت بس تقبله. شكرا جدا ليكم. بعزكم يا شباب. بعزكم.